مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورنا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستادكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده اللي بنقول لكم مباراه وديه بين الاهلي والجونه في ظل استعدادات نادي الاهلي ان شاء الله لمباراه الترجي المرتقبه ان شاء الله. يعني قبل ما ابدا حديثي عن مباراه اليوم، عايز اقول لكم النهارده يوم مميز جدا جدا، يوم ميلاد الاسطوره والرمز الكبير الأسطورة صالح سليم، والذي ولد في 11 سبتمبر 1930، أسطورة النادي الأهلي وأسطورة الرياضة المصرية كلها، الأسطورة اللي علم يعني إيه أسس ومبادئ كرة القدم، يعني إيه أسس ومبادئ الرياضة عموما في مصر، عمل كل حاجة للي عايز يتعلم، للي عايز يعمل منظومة رياضية متكاملة، عمل قانون للنادي الأهلي يمشي عليه أيا كان مين اللي هيترأسه أو مين اللي هيرقصه على مدار العصور، عمل قانون وعمل لوائح للنادي الاهلي، وكمان عمل لوائح للي عايز يتعلم يعني ايه اصول التربيه الرياضيه في مصر عموما وفي الرياضه عامه. الاسطوره الكبير صالح سليم، يعني ذكرى ميلاده النهارده، عايز اقول لكم ان الاسطوره صالح سليم انضم لصفوف النادي الاهلي في عام 1944، لعب الفريق الاول بالنادي الاهلي عام 1948، واستمر في الصفوف حتى عام 1963 حيث رحل عن نادي الاحتراف في الدوري النمساوي، وسرعان ما رجع الى بيته مره اخرى عام 67 ليقرر بعدها اعتزال كره القدم. صالح سليم الاسطوره الكبيره للنادي الاهلي والمصر عموما، ترأس النادي الاهلي عام 1980 واستمر في رئاسته حتى عام 1988. بعدها قرر الابتعاد عن النادي ومنح الفرصه للاخرين، ولكن تراجع نتائج كرة القدم أو فريق كرة القدم أجبرته أنه يرجع تاني لرئاسة النادي عام 1990، واستمر حتى عام 1992 ليخوض بعدها الانتخابات، ويستمر في رئاسة النادي فترات متتالية حتى وفاته ألمانية عام 2002. رحم الله الأسطورة الكبيرة للرياضة المصرية والنادي الأهلي، خاصة الأسطورة القامة الكبيرة صالح سليم. نروح نشوف تقرير عن أسطورتنا الكبيرة صالح سليم وارجع لحضراتكم على طول. صالح السليم الذي عرفه الناس كلاعب كرة وممثلا سينمائيا وإداريا ناجحا، لكن ماذا عن صالح سليم الإنسان؟ هو محمد صالح سليم المولود في 11 سبتمبر عام 1930. والده هو محمد سليم خبير التخدير المعروف آنذاك، ووالدته هي السيدة زين الشرف التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة. أما عن المايسترو فقد تعرف على زوجته السيدة زينب لطفي على متن باخرة متجهة إلى الحوامدية، فأعجب بها وقرر الزواج لينجب خالد وهشام. عرف المايسترو بسمات شخصية مبهرة جمعت في طياتها قوة الشخصية والصرامة والحسم والشموخ وعزة النفس، وكلها سمات دعت البعض لاتهامه بالديكتاتورية على غير الحقيقة التي يعرفها المقربون منه، حيث كان يؤمن بالديمقراطية إلى أبعد الحدود. ومتى كانت عزة النفس والترفع غرورا أو كان الشموخ وقوة الشخصية ديكتاتورية؟ تبقى الإجابة المنصفة للصالح السليم بين صفحات التاريخ الذي شهدت له بمواقف إنسانية كثيرة يضيق بها المقام. عندما كان يقوم بالفحوصات الدورية التي يجريها كل 6 أشهر لدى طبيبه الخاص، أعلم الطبيب صالحا بأنه مصاب بمرض السرطان، وكان يداوم على زيارة لندن لمتابعة حالته الصحية والوقوف على تطوراتها، إلا أنه لم يفصح للرأي العام عن سبب زياراته المتكررة للندن، مفضلا عدم الإفصاح عن مرضه للرأي العام لاعتقاده أن مرضه شيء يخصه وحده. واستمر في صراع مع المرض لفترة طويلة إلى أن وافته المنية صباح يوم 6 مايو عام 2002،
عن عمر يناهز 72 عاما، وشيع جثمانه مئات الآلاف من المصريين. ورغم رحيل الجسد، لكن تبقى الأسطورة حديث الأجيال. يعني فعلا يوم مميز جدا، اسطوره فعلا، اسطوره. يعني لو كان دكتاتور زي ما الناس بتقول عليه، هو دكتاتور معشوق الاهلاويه كلهم. لو كان رمز فهو رمز لكل الاهلاويه، لو كان رجل فهو رجل وليس كاي رجل. رحم الله هذا الرجل صالح سليم، اللي دايما بنفتكره في اي مناسبه، في اي وقت، في اي ساعه، في اي ثانيه. يعني دايما بنفتكره على طول لما نفتكر اي مبادئ واي قيم لرموز او لقيم الرياضه المصريه عموما، او اي رمز رياضي كبير، دايما بيجي صالح سليم في المقدمة. رحم الله هذا الرجل العظيم. أكيد هيبقى فيه لينا حديث آخر عن المرحوم الماستر صالح سليم إن شاء الله. قناة الأهلي مخصصة له فقرات إن شاء الله هتتابعوها وتشوفوها معانا إن شاء الله. قبل ما ندخل في تفاصيل اللقاء، عايز أقول لكم مجموعة أخبار. المكتب التنفيذي للأهلي يجتمع اليوم، يعقد المكتب التنفيذي النادي الأهلي برئاسة كامل زاهر أمين الصندوق اجتماعه اليوم الاثنين بمقر النادي بالجزيرة. يناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه مشاركة فريق كرة السلة رجال وسيدات بالنادي في تصفيات المنطقة الخمسة المؤهلة لبطولة أفريقيا للأندية والمقررة في أوغندا من 1 إلى 10 أكتوبر القادم إن شاء الله. كما يناقش المكتب التنفيذي العديد من الملفات الإدارية داخل مقري الجزيرة ومدينة نصر وفرع الشيخ زايد. خبر كمان، مدير مقر الأهلي بالجزيرة ينفي الخلاف مع اللواء شيرين شمس. نفى هاني عبد المنعم مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة كما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود خلافات بينه وبين الإدارة التنفيذية للنادي، مؤكدا أن علاقته مع اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي أكبر من أي مهاترات أو مغالطات يروجها البعض، وأن هناك تعاون وتفاهم كامل بينهما لخدمة أعضاء النادي ولتيسير شؤون العمل داخل الإدارات المختلفة وفق أسس عامة واختصاصات محددة. أضاف عبد المنعم أن كل ما نشر في جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم السبت الماضي لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن الإدارة التنفيذية داخل النادي الأهلي يشهد لها الجميع بالكفاءة والخبرة وحسن المعاملة. دي كانت يعني أهم العناوين في الخبر. رئيس لجنة الحكام كابتن عصام يعترف بوجود أخطاء في مباراة الأهلي وطلائع الجيش. طبعا حضراتكم شفتوا مباراة امبارح الأهلي وطلائع الجيش واللي انتهت بتعادل 1-1 بفعل. يعني الأخطاء التحكيمية واردة، لكن الحكم أحمد حمدي امبارح لو كان قاصد يقول للناس أنا عايز أظلم النادي الأهلي ما كانش هيبقى أداؤه بالشكل ده. يعني لو هو فعلا داخل يقول أنا هخسر النادي الأهلي ما كانش هيبقى بالشكل ده. حاجة بصراحة ملهاش أي تفسير، يعني أنا مش لاقي لها تفسير لأي مباراة هتكلم برضو فيها مع ضيوف الكرام لما نرجع لحضراتكم مرة تانية. اعترف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، واعتراف يحترم بصراحة من الكابتن عصام عبد الفتاح بوجود أخطاء تحكيمية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. عبد الفتاح قال إن الاعتراف بالخطأ واجب، مشيرا إلى أن مستوى التحكيم في الجولة الأولى كان جيدا باستثناء لقاء الأهلي والجيش والذي شهد عدد من القرارات الخاطئة. هو مش استثناء كابتن عصام، هو غطى لك على كل اللي عملته بصراحة. الحكم ده يعني غطى على كل حاجة كويسة اتعملت في الأسبوع الأول. وأوضح عبد الفتاح أن مباراة الأهلي والجيش لم تكن صعبة، لكن كل ما في الأمر أن التوفيق غاب عن الحكم خلال اللقاء. هو غاب عنه كل حاجة، مش التوفيق بس. يعني التوفيق يعني ما مش عارف الحكم كان عايز ايه بصراحة. هو يعني ما اعتقدش ان في حد عايز يطلع نفسه بالشكل الوحش ده، لكن هو زي ما قلت لحضراتكم لو عايز يخسر النادي الاهلي يعني بصفة متعمدة او بشكل متعمد، او قايل للناس انا داخل اخسر النادي الاهلي، مش هيخسره بالطريقة دي، او مش هيتعمد عدم احتساب ضربات جزاء واضحة يعني للي ملوش عينين اساسا.
كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول مروان محسن يسافر المانيا للمره الاخيره. اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي ان مروان محسن مهاجم الفريق سيسافر الى المانيا خلال الايام المقبله للخضوع لفحص طبي اخير قبل عودته للمران الجماعي للفريق. اضاف سيد عبد الحفيظ ان سفر مروان محسن سيكون الاخير على ان يعود اللاعب بعد ذلك للمران الجماعي. يعني طبعا محتاجين قوي مروان، بنشوف في فرص كتير قوي ضايعه. وبرده هيكون ليا كلام مع ضيوف الكرام كابتن اسامه عرابي وكابتن شريف عبد المنعم الضيوف الكبار، هيكون ليا كلام معاهم عن الفرص الضايعه واهميتها ووقتها وكتير قوي بصراحه. سيد عبد الحفيظ يكشف سر غياب وعقوبه صالح جمعه. اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكره بنادي الاهلي ان السبب في غياب صالح جمعه عن مران اللاعبين الغائبين عن لقاء الجيش صباح امس الاحد كان بسبب اداء اللاعب للامتحانات. عبد الحفيظ قال ان صالح كان بيعاني من اصابه في العضله الضمه وخضع لبرنامج تاهيلي في الفتره الماضيه، موضحا ان اللاعب اخطا بعدم ابلاغ الجهاز الفني بغيابه وهو ما استوجب تطبيق اللائحه عليه. جلسه وديه لمجلس الاهلي اليوم. اللواء شيرين شمس المدير التنفيذ نادي الاهلي قال ان الاهلي عقد مجلس اداره برئاسه المهندس محمود طاهر اجتماع اليوم مؤكدا ان الامر لا يتعدى الجلسه الوديه، عشان بس الكلام ما يتاخدش ان هي جلسه رسميه، عشان جلسه رسميه لما تقدر تخطر جهات وكلام كده من اللي احنا عارفينه يعني، لكن هي جلسه لا تتعدى الجلسه الوديه. أضاف شيرين أن الاجتماع الرسمي يحتاج لإختيار الجهة الإدارية وتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس وإعداد جدول الأعمال فيما تقام الجلسة الودية في أي وقت. وأوضح شمس أن رئيس النادي الأهلي محمود طاهر وأعضاء المجلس دائما ما يتواجدون في النادي بصفة مستمرة ويناقشون كافة القضايا المتعلقة بالنادي. يعني هو اجتماع ودي ليس إلا. طيب دي كانت أخبارنا. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم مع ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي نجوم الاهلي ونجوم مصر. نطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام، ايضا كابتن ياسر ريان طبعا نجم مصر الكبير، يعني نخبه مميزه من نجوم مصر ان شاء الله يكون معانا في الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والجونه. هنتكلم برضه عن مباراه الامس الاهلي والجيش. فاصل ونرجع حضراتكم على طول، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني نورني في الاستوديو التحليلي نخبه من نجوم مصر ونجوم نادي الاهلي، طبعا يعني يرأسهم كابتن كبير كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن حميد. اهلا وسهلا بيك ومبروك الحج ربنا يخليك. عبالك يا رب ان شاء الله. عبالنا جميعا. ربنا يخليك يا رب. ايضا كابتن كبير كابتن مصر ونادي الاهلي كابتن اسامه عرابي. اهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن حميد ومبروك تاني الحج. ربنا يخليك ان شاء الله. حج مبروك. طبعا نجم مصر والنادي الاهلي كابتن ياسر ريان. اهلا بيك. مبروك مره ثالثه كده ان شاء الله. حج مبروك باذن الله. استحاله اصلا زي على طول. منورين. يعني نبدا كلامنا كابتن شريف عن مباراه امبارح. اكيد الناس يهمها انها تعرف راي حضرتك يعني بايجاز في اللي حصل في مباراه امبارح. وانا قلت في الانترو بتاعي ان الاهلي تعادل بفعل فعل. لا الاهلي تعادل بعصبيه. عصبيه ليها اسباب، يعني اسباب ان كان في عدم توفيق كامل من الحكم وراه، او في واحنا بنتفرج كده في نيه ان اي حاجه على الفرق الكبيره، بلاش اسمي النادي الاهلي لوحده، ان في اي حاجه ناحيه الفرق الكبيره. الفرق الكبيره بتستحمل اذا كان اهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري، بيستحملوا القرارات اللي ضدهم تتنفذ فورا. انما انا لما اشوف ضربه جزاء صحيحه قوي لعبد الله السعيد ولمسه يد زي اللي حسبها علينا بالزبط. يعني بل دي اوضح يعني بالظبط ما بتتحسبش، يبقى في حاجه جوه في بطن الزير زي ما بيقولوا. يعني في حاجه ان الفرق الكبيره بتستحمل ولا ايه القرارات الظالمه دي او عدم انك تديني حقي؟ فبالطبع بيعود عليا انا كاجهزه فنيه بره وكلاعبين جوه الملعب ان بيستنفذوا الاعصاب بتاعتهم. يعني اكيد بتفلت. اكيد بيحصل. انا لما يكون عندي هجمه يا حميد وانت لعبت في المكان ده وانا في موقف متاخر بهدف او متعادل او متاخر عن الفوز، بحاول ان انا
غير الارتياحيه في ان انا احط الكره بدماغي زي وليد ازهر امبارح وهو بيحط الكره بدماغه في عصبيه وهو رايح فيه. مفيش ارتياحيه، مفيش السكون اللي هو الهدوء بتاع عبد الله السعيد اللي بيعمل البليسنج مفيش الكلام ده. ترجمه الاحداث بتاعه المباراه لعصبيه داخل وخارج الملعب. يعني برضه كابتن اسامه برضه في نفس السياق، يعني انا نفسي ابرر الحكم تصرفه او نفسي الاقي له مبرر ان انا اقول للناس يا جماعه معلش يعني الحكم كان عنده عذر، لكن انا بصراحه مش لاقي اي مبرر غير ان هو عايز يقول انا موجود على حساب اسم نادي كبير قوي. هو طبعا كان غير موفق زي ما الكابتن شريف قال. يعني في انا شايف في اربع ضربات جزاء من وجهه نظري، وفي واحدة هي الوحيدة اللي ممكن يعني تلتمس له العذر فيها، اللي هي بتاعة أزارو اللي جات له في الستة ياردة ولف بيها وبعدين كمل فيها وحطها بشمال. بس اتعرق، هو اتعرق. لكن بتاعة عبد الله السعيد بنالتي واضح 100%، اللي هي رايح انفراد من الجنب في ال 18 ومحمد بسام بالظبط خدها من كان زي باين قوي. وزي كابتن شريف ما قال، الكرة اللي جت في حسن في رجله وبعدين ايده مفروده جت فيه، وفي الثالثه اللي واضحه جدا برضو اللي هي كره اتلعبت بالعرض في ال 18، يعني دي اول واحده كانت دي باينه جدا طبعا. ما لهاش حل يعني. ركبه بسام جت في ركبه عبد الله، فدي واضحه جدا. وفي الثالثه اللي هي احمد الشيخ اتدفع في ظهره من حسن اللي هو اللاعب الافريقي طبعا، دي اللي هي بتاعت دي الثانيه. وفي واحده ثالثه يمكن في ناس مش واخده بالها منهم، اللي هي احمد الشيخ الكره اتلعبت والجون ردها وهو في ال 18 عايز يلعبها بدماغه. لا ده كلنا خدنا بالنا. دفع من ظهره هو غير بتاع وليد ازارو كمان. سامع او ياسر الكره اللي هي في ايده دي اللي الناس مش فاهمه ان عبد الحميد لما الكره الراجل قلشها هتروح هتروح لاحمد فتحي للجون. الناس بتقول هو بوزيشن مش للجون ولا ده، هي لما هتتقلش وتروح هتروح لاثنين ثلاثه من لعيبه الاهلي هو موجود، فهو الايد اللي هي غير مستعمله دي منعت الكره تروح ناحيه الهدف. ان هو عشان الناس تفهم بس، عشان واحد يقول لك ايه اصله اوت اوف بوزيشن يعني بره الحكايه. وليها كابتن شريف هي برضه ممكن تتعلق عليها اللي هي دي بص شايف دي هي لو قلشت رايحه لاحمد فتحي اهو سامع شايف. لو انت عايز تطبق في الكره اللي زي دي اللي هي بتاعت عمرو السليه، ما انت اللي هي دي ما بقول لك النيه بتبقى بقى باينه هنا. النيه باينه عليا ان انا النهارده لو اي حاجه تيت لو اي حاجه الناحيه الثانيه يعني. انت فرقه كبيره وانت تقدر تعوض. انا عارف الحكام ساعات بيبقى عندهم يا اسامه حته كده متعاطفين مع الفرق اللي هي بتلعب الاهلي وبتلعب الزمالك، بس مفيش خلاص احنا الفرق بقت كلهم جعانين للتعادل والفوز. والمدير الفني امبارح خارج بيتكلم اكنه هريره يعني، اكنه هو حافظ النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي امتى بيبقى بيهجم وامتى بيعمل الكونتر اتاك وكل ده بعد التعادل. انما النادي الاهلي انا مش عايز باخد الحديث كله، نص الهاف تايم الثاني الفرقه الثانيه ما عدتش خط النص غير مرتين بالظبط. يعني هو طبعا حقه يفرح ان هو اتعادل الكابتن احمد طبعا، ويفرح ان هو اتعادل مع النادي الاهلي. لكن كابتن ياسر برده في نفس السياق، كابتن اسامه عايز تكمل. لا هو بس انا عشان اخلي ياسر يكمل. هو يا ريت يعيدوا بس كره اللي هي ماشي الكره اللي دفع فيها الدفع بتاعت بس. لكن اتفضل كابتن ياسر. هو بص اتهنى بالنسبه للحكام ده احمد الشيخ في ال 18 يعني، وانا جاي كده قاعد يعني اشوف تتكلم ازاي على الحكام. اولا الحكام بيبقى جاي مش جاي مستمتع، هو جاي عنده حاجه كده النادي الاهلي. لا انا لازم افرض شخصيات على النادي الاهلي، ما ينفعش اجعل الفرقه الصغيره. هو جاي كده يعني، هو جاي فرض شخصيته على الماتش كده، مش جاي مثلا جاي سعيد اللي جاي بيحكم مباراه الناس كلها بتتفرج عليها. لا هو جاي ليه اغراض معينه، حاسس ان الاهلي والزمالك والفرق الكبيره بيبقى رايقه يقول لك لا بيبقى لهم نفوذ. مش كده النادي الاهلي اول مره على فكره ما حبش اتكلم على التحكيم، وخاصه التحكيم وارد اللي هو يخطئ، لكن بالاخطاء دي بالحجم ده بالكميه دي لا. وفي نقطه ثانيه يا كابتن لازم يعني لازم نعرف بين زي ما احنا بنقعد نقول ايه، التدريب برضو علاقات والشغل علاقات، برضو التحكيم اكيد في علاقات. ما انا الاحترام اللي كان بيحكم امبارح كابتن احمد حمدي في مباراه زي اللي بيحكم امبارح، لا انا مش بتاع تجارب،
انا دوري ممتاز. انا مش بتكلم على احنا بقى كنادي الاهلي، انا بتكلم على دوري ممتاز. انا هجيب حكم لسه في ماتش اهلي وطلائع او في ماتشات قويه اجي حكم؟ لا، انت عايز تجرب، جرب عندك الدرجه الثالثه، ومش تقليم برضو في الدرجه الثالثه، بس برضو مش 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 منظوره كويس قوي. لكن انا بتكلم في الدوري وبتكلم في على اخطاء كل، على فكره كل استوديوهات التحليل كل بالاجماع وكل اللي بيتفرج وبيشجع كره سواء اهلي او زمالك او انديه اخرى كان يقول لك ايه ايه ده. بالظبط كابتن حسام عبد الفتاح طلع وانتقد الحكم وقال ان هو غلطان، برافو عليه ان هو انا كنادي اهلي الموضوع يعني للناس تهدئه الجو العام. انا بقى كنادي اهلي انا استفدت منه ايه اصلا؟ او انا كماسك فرقه وحكم عمل معايا كده، ده ممكن يخسرني دوري. يعني ممكن النقطتين اللي راحوا من دوري اخر الدوري ممكن ابقى محتاج لهم. فعشان كده لا، احنا مش احنا بنبص على الدورات الاوروبيه بنشوف حاجه محترمه، ولا بنشوف اعتراضات من اللعيبه، ولا بنشوف اعتراض، كل واحد بياخد حقه. وفي اخطاء حكام برضه، في نقطه ثانيه برضه، يعني في يعني نهائي كاس اوروبا كان في اخطاء ماشي. ضربه جزاء بس على فكره، لكن بتبقى ضربه جزاء يعني مش واحد واثنين وثلاثه ويعني لا، في حاجه ثانيه. انت مش كنت عامل مونيتور قبل كده اللي هو اللي تعادل اللقطه؟ يعني لسه ما بعتوش الموافقه. موافقه يعني حتى لو فيها موافقه يعني في حاجات بتبقى واضحه قوي. يعني النادي الاهلي انت حسبت على عمرو السوليه ضربه جزاء، ما فيش مشكله. في نفس المنطقه وفي نفس المكان وفي نفس المكان على فكره اللي عمرو السوليه عمل، هي برضه بنالتي النادي الاهلي ما حسبهاش. بعدين لما دخل وقالوا له في ضربه جزاء اكيد هتكلموا معاك اجهزه جوه ووروا له ان عبد الله السعيد دي ضربه جزاء، اكيد اتكلموا انها ضربه جزاء. لما تجي لك فرصه حد يكلمه بصراحة في ضربه جزاء صحيحه قالوا تدي حق الناس بقى. يعني انت ليه بتوتر الناس جوه الملعب بالزبط. وفي المدرجات وبره الملعب وزعلوا جدا اول ما طلعت الصحافه امبارح قالت ان طلائع الجيش يتعادل مع الاهلي بالحكام يعني بالحكم. الناس اتضايقت قوي ودي حقيقه يعني. فاحنا النادي الاهلي مش متعودين، خدت بالك، ان احنا بنستند على اي حاجه زي دي. انما احنا كمان احنا بصدد كاس افريقيا، بصدد نهايات كاس عالم، عايزين نخش كاس عالم. النادي الاهلي عماد الفريق ده وعماد مصر كلها في افريقيا. فانا ليه النهارده بتوترني قبل ماتش زي يوم 16؟ او ليه بتوترني قبل ماتش بتاع الكونغو؟ احنا دلوقتي ما شاء الله الله اكبر اللعيبه بتاعتنا بنلصم فيها. انا كنت بقول الاهلي ياخد بطوله عشان بترفع المعنويات يا اسامه. احنا وانت اسامه لعب كاس عالم وعارف، وانت رايح بتلعب تصفيات وبتلعب الجزائر هنا في مصر، محتاج كل دعم نفسي بالزبط. في كل حاجه. فانت بتوترني كمان يعني وبدون مبرر قبل بطوله افريقيا وقبل النهائيات الثانيه. يعني التانية يعني مش محتاجين الجو ده الحقيقه، توتر بدون مبرر من غير ما ده ملوش اي لازمه. يعني قدامك يعني عدي واحده، عدي اثنين، لكن ما تعديش ثلاثه. وليه عايز تحسسني ان انت عايز تخسرني ماتش وخلاص؟ انا ما شاء الله من السنه اللي فاتت وانا ماشي زي الفل يعني. ما عنديش ولا خساره الحمد لله، وناس بتشتغل بقلب وعنده صفوه اللعيبه. وببارك طبعا لكابتن ياسر على ابنه اللي كان موجود امبارح في احمد، وهيبقى لعيب كويس قوي، وهنتكلم كتير قوي في النقطه دي اكيد هنتكلم فيها برضو يا كابتن شريف. حضرتك كلمت في نقطه مهمه جدا، قلت ان تنشنه الحكم قلبت لتنشنه الجهاز الفني، قلبت تنشنه للعيبه زي مثلا احمد ياسر ريان. ويعني خلينا نقول ان ياسر مش موجود معانا النهارده، احمد ياسر ريان لعيب مميز جدا نازل برضو. قبل كده تعادل حسام بدري طلع يضحك في يعني طلع يقول احنا فرقه اتعادلنا قبل كده ماتش يا اسامه وخرج حسام قال لا احنا كنا كده النهارده ودي قوتنا النهارده وما يحصلش حاجه ان فرقه تتعادل مره. وراجل ما لا قال حكام ولا اهلي، بس امبارح شكل بصراحه استفز الجميع يعني. هو الحكم، انا في تصوري هو الحكم طبعا صغير وتقريبا اول ماتش ليه او حاجه كده، او حكم ماتشات قليله. هو دخل في عند ساعات، انت هو مش عند ان هو عايز يخسر الاهلي. هو الاعتراضات اللي عليها هو عايز يقول انا شخصيتي انا اقدر اسيطر وبتاع، فدخل في عند. بس للاسف يعني اخطاؤه كانت كتيره زي ما انت قلت، وارد. وفي اوقات بنعذر الحكم انه يخطا، وارد جدا، وارد جدا، وياما شفنا للاهلي وعلى الاهلي. ده موجود فعلا في كره القدم. ولكن هو امبارح كان الموضوع زياده، يعني كان واضح كتير انه في ضربات جزاء ثلاثه بالذات، يعني واضحين وضوح الشمس اكيد يعني. حتى الكابتن حسام البدري طلع في المؤتمر الصحفي وقال يا جماعه اخطاء الحكام وارده، لكن اخطاء متكرره مره واثنين وثلاثه واربعه. وبعدين يعني الكابتن احمد حمدي، انت اول ما حسيت ان الكوره جت في السوليه رحت على طول واخد قرار؟ يعني انت عندك جرأه انت تاخد قرار؟ يعني ليه ما تاخدش قرار في ثلاث ضربات جزاء واضحين للاساسا يعني للي ما بيشوفش اساسا؟ كابتن هو جاي
عايز يفرض شخصيته على المباراه وعلى النادي الاهلي واحد جاي كده بيبقى فيه عنده دي حاجه كويسه يفرض شخصيته لكن ما يفرضش شخصيته ان هو يظلم فريق بس انت يعني بتظلم فريق هو معنى الاهلي بياخد بطوله ولا الزمالك بياخد بطوله اجي عليه ايه ايه السياسه على فكره في ماتشات بتفرج عليها في اوروبا في برشلونه اودى في صدر ثلاث اربع ضربات جزاء في ماتش واحد فالامور بالنسبه لنا المفروض تبقى يعني الحاجات دي عاديه لكن انا اي فرقه صغيره تجيب جون مفيش مشكله اي الاهلي والزمالك لازم يكسبوا بنتيجه كبيره وبسكور كبير وعشان محدش يعترض برضو مش منطق بصراحه يعني انا بصراحه مش بعدين ممكن ضربه الجزاء ما تخشش يعني انا مش فاهم يعني هي بتحدد لي ضربه الجزاء ان انا هفوز في المباراه انما ده شيء عادي اللي هي بالنسبه لي انا ما اعرفش احنا مش ضيعنا ضربتين جزاء السنه اللي فاتت في ماتش واحد ده كان ماتش طالع اتحاد اسكندريه جات لنا اتنين بينالتي وضيعنا مفيش مشكله في الكوره ايه المشكله ان احنا بس ياخد حقي فانا اخرج راضي اخرج مش هتكلم اخرج اتكلم عن اعالج الاصابات اللي عندي اعالج السمات الشخصيه بتاعت الحكام عندنا في مصر بيبقى انا بقول لك حتى لاحظت ليه ولا جاي مكشر مش جاي مصدق جاي مشدود ياسر علق عليه طيب يلا نروح نشوف كريم احمد من ارض الملعب عنده ايه عشان يقول لنا كمان على تشكيل الفريقين كريم احمد اهلا بيك تحياتي ليك يا كابتن ميدو وكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان طبعا من استاد مختار التتش مباراه الاهلي والجونه الوديه استعدادات اكيد مكثفه لفريق النادي الاهلي قبل مباراه الهامه مباراه الاهلي والترجي التونسي اكيد بنتمنى كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي سواء في مباراه اليوم او المباراه الاهم والهدف الاسمى طبعا زي ما احنا عارفين مباراه الترجي التونسي لو بدخل معاك سريعا في اجواء المباراه تشكيل النادي الاهلي في البدايه بيبدا طبعا في حراسه المرمى الشناوي اثنين مساكين ايمن اشرف ومحمد نجيب ناحيه اليمين محمد دهاني وناحيه الشمال صبري رحيل اثنين في وسط الملعب هشام محمد وكريم ندفد على الاطراف ميدو جابر واحمد حمودي وفي الهجوم متاخر صالح جمعه وجونيور اجاي بالنسبه طبعا لفريق الجونه في حراسه المرمى هيثم محمد خالد صبحي وعبد الله البلاط في الارتكاز المساكين ناحيه اليمين كريم الكومي وناحيه الشمال احمد حسني في المنتصف مصطفى جابر ومحمود عقل على الاطراف صلاح خطاب ومحمد الشبراوي وفي الهجوم يوسف عمر وبيسو طبعا زي ما بنتكلم استعدادات هامه جدا لفريق النادي الاهلي واكيد اختيار موفق جدا لكابتن حسام البدري لاقامه مباراه اليوم زي ما احنا عارفين يمكن مباراه الامس اللي انتهت بتعادل 1-1 امام فريق طلائع الجيش في عدد كبير جدا لم يشارك في المباراه اكثر من 13 لعيب فاكيد طبعا فرصه مهمه جدا للكابتن حسام البدري والجهاز الفني لاقامه مباراه اليوم فريق الجونه طبعا فريق مميز واكيد طبعا النادي الاهلي عارف من زمان قدرات فريق الجونه فاكيد هيكون احتكاك مميز جدا زي ما احنا عارفين قبل انطلاق مباراه الترجي التونسي عايز اكلمك كمان قبل انطلاق هذه المباراه تدرب منفرد مؤمن زكريا طبعا تحت اشراف كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل اتاكدنا طبعا على اهميه جاهزيه مؤمن زكريا جاهز بشكل كبير جدا واكيد بنتمنى له كل التوفيق كمان علي معلول اللي جاهز بشكل رائع جدا وطمنا طبعا من الجهاز الطبي وبنتمنى لهم اكيد كل التوفيق في مباراه الترجي الهامه جدا استعدادات مكثفه زي ما بنتكلم لكن في ظروف صعبه زي ما احنا عارفين لعيبه ما شاركتش لعيبه كانت راجعه من المنتخب عندها بعض الاجهات والاصابات لكن اكيد بنتمنى كل التوفيق ليه كل اللاعبين كمان يمكن النهارده الكابتن حسام هيشرك كافه اللاعبين زي ما بنقول طبعا يمكن التشكيل النهارده اللي قلناه في لعيبه كمان هتكون على دكه البدلاء اكيد هيبقى لهم طبعا نصيب كبير في مباراه اليوم مباراه مهمه اكيد للنادي الاهلي واكيد بنتمنى ما يبقاش في اي اصابات اللعيبه النهارده تحافظ على بعض بشكل كبير جدا بعيدا طبعا عن ان يكون في اصابات النادي الاهلي بلغه الكره يعني بنقول ان هو مش مستحمل اي اصابات خلال الفتره القادمه لكن بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي اكيد هنكون مستمرين معاكم طبعا في الاحماء الخاص بلاعبي النادي الاهلي زي ما احنا شايفين طبعا في هذه اللحظات النادي الاهلي بيحاول ان هو طبعا يجهز لعيبته قبل انطلاق المباراه اللي هتكون على الهواء مباشره طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي كل التوفيق من جديد لفريق النادي الاهلي في مباراته اليوم الاهلي والجونه واكيد ان شاء الله كالعاده عقب انتهاء هذه المباراه يكون معنا لقاءات عديده مع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني عوده ليك كابتن ميدو لو في استفسار اتفضل كريم لو تقول لي البدله لو متاح ان انت تقول لي البدله النهارده مين حتى اللحظه دي يمكن يعني دكه البدلاء ما فيهاش طبعا غير باكا الوافد الجديد يمكن ما شفناش طبعا البدلاء حتى هذه اللحظه لكن اكيد طبعا في خلال دقائق بسيطه جدا هيكون كل البدلاء متواجدين على دكه بدلاء النادي الاهلي واكيد هيبقى عندكم المعلومه يا كابتن ميدو تمام طمني على وليد سليمان امبارح في اصابه ولا هو كان طالع تغيير فني عادي
لا يمكن بشكل يعني نقدر نقول ان وليد ما فيهوش اي حاجه الحمد لله. وطبعا كان تغيير ضمن الرؤيه الفنيه لكابتن حسام البدري. واكيد طبعا اطمن كمان النهارده من طبيب فريق النادي الاهلي خالد محمود على جاهزيه وليد سليمان الفتره القادمه. لكن يعني بناكد ان وليد جاهز ان شاء الله بجانب علي معلول وبجانب مؤمن زكريا. وزي ما بنشوف طبعا يمكن فريق الجونه ايضا بيأدي كمان الاحماءات الخاصه ليه. كل الامور هنا ماشيه بشكل طيب جدا. يبقى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. عارفين ان هي مباراه وديه لكن النادي الاهلي مطلوب منه الفوز والاداء ان شاء الله المميز كعاده فريق النادي الاهلي. متعب اخباره ايه يا كريم؟ يمكن متعب حتى اللحظة دي برضو النزلة المعوية اللي بيشعر بيها ويمكن غاب على أثرها خلال اليومين الماضيين ما أثر عليه بشكل كبير. لكن أكيد كان هيتعمل له النهاردة اختبار طبي مش شايفينه طبعا خالص عماد متعب منذ أن تواجدنا هنا في ملعب مختار التتش. أكيد طبعا النزلة المعوية لسه ليها تأثير عليه. بنتمنى الشفاء العاجل لعماد متعب أحد نجوم فريق النادي الأهلي ويكون متواجد الفترة القادمة مع فريق النادي الأهلي ليه مساندته طبعا في مشواره والبطولة الأفريقية. تمام. الكابتن حسام بدري اتكلم مع اللعيبة قبل المباراة، اتكلموا مع المباراة امبارح، كان ليه تعليقات. كان طبعا مباراه الامس زي ما انت عارف طبعا يا كابتن ميدو النادي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي كبير جدا. حتى ضربه الجزاء الاولى اللي كانت على عمرو السوليه غير صحيحه، ثلاث ضربات جزاء كان فيها يمكن عدم تقدير بشكل كبير جدا لحكم المباراه. نقدر نقول ان اللعيبه اكيد في استياء كبير جدا وفي زعل شديد جدا من لعيبه النادي الاهلي. لكن زي ما بقول لك يمكن النادي الاهلي قفل خلاص مباراه طلائع الجيش. كابتن حسام اكيد اكد على طبعا اهميه مباراه الترجي التونسي ولابد من غلق مسابقه الدوري في خلال الفتره القادمه ان شاء الله والتركيز الاهم في مباراه الترجي. لكن مباراة كانت صعبة جدا، أصابها التوتر الكبير جدا وكان الحكم ليه نصيب كبير في توتر هذه المباراة. لكن زي ما بنقول طبعا يعني بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي. مباراة وعدت نقفل صفحتها وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للنادي الأهلي. كريم شكرا جدا وأكيد هنرجع لك تاني، خليك معانا. شكرا جدا كريم أحمد مراسلنا من أرض الملعب. يعني هقول لحضراتكم تشكيلة النادي الأهلي مرة تانية. في حراسة المرمى محمد الشناوي، صبر رحيل ناحية الشمال، ومحمد أنا ناحية اليمين، واثنين مساكين محمد نجيب وأيمن أشرف الوافد الجديد. قدامهم اثنين ديفندرات كريم ندفد مع هشام محمد، قدامهم ميدو جابر وجونيور أجاييه راس حربة، تحتيه ثلاثة ميدو جابر وأحمد حمودي وصالح جمعة. يعني ده تشكيل النادي الاهلي يا كابتن شريف. طبعا كان بيصحبنا صالح جمعه راجع باصابه على ما اعتقد في الضمه خفيف كده، كان صرح كابتن حسام بالشكل ده امبارح. احمد حمودي نفس الشكل، واحمد حمودي من اللعيبه برده اللي انا ما بشوفوش على طول سليم يعني. حتى في الماتش اللي لعبناه هناك في افريقيا وعمل سبرنتين جاله ضم، حسيت ان هو هيجرى له حاجه بالزبط. يعني اتمنى ان اللعيبه دي كلها يبقى في تاكد تام ان اللعيبه دي بقت في شفاء عاجل او شفاء، لان خلاص احنا زي ما انت شايف المجموعه اللي قدامك زي المجموعه بتاعه امبارح اللي بتلعب، ما فيش فيهم اساسي وما فيش فيهم الحقيقه كلهم يعني تحس بالوافد الجديد احمد ياسر ريان كلهم هتحس ان هم زي بعض وقوه واحده ونفس الشكل، وده الجمال اللي موجود في النادي الاهلي الحقيقه. فانا النهارده بتفرج على النادي الاهلي بيلعب بجد فول تيم يعني. ما هو ميدو جابر وكريم ندفد وهشام محمد وافد الجديد وجايه وحمودي وصالح جمعه دول مين يعني؟ انا عايز صبري رحيل ده مين؟ محمد نجيب ده مين؟ محمد هاني ده مين؟ اشرف بس ايمن اشرف هو الشناوي ما بيقف وهو احمد عادل في اي وقت فول تيم فعلا. فما شاء الله التيم ده انا اتمنى بس ان يكون فيه سلامه وشفاء للاعبين، ما يكونوش بيدوسوا على نفسهم برده في الوقت ده وبيلعبوا مصابين تاني او بيجربوا. يعني انا وليد سليمان بالنسبه لي طول السيزون بيلعب ناقص حته يعني على طول متعور على طول. لا لازم لعيب اللي بيروح لتاهيل ده ويرجع ماشي يعني باذن الله يرجع سليم 100%. اكيد اكيد اكيد. كابتن اسامه نفس الشيء، التشكيل قوي جدا. النادي الاهلي عنده اكتر من 30 لعيب ودي هتبقى غير مسؤوليه الجهاز الفني، وكابتن شريف عارف وكابتن ياسر عارف المنافسه هتبقى شرسه جدا. يعني كل مركز فيه 3 4 لعيبه، يعني الباك ليفت فيه 4 لعيبه، الباك رايت فيه 3 لعيبه، الاجنحه في حوالي 8. وزي ما برضو كابتن شريف قال انه احمد ياسر يعني لعيب واعد جدا و لا ينقصه شيء زيهم بالظبط، هيبتدي يعمل زحمه في او يعمل قلق للناس اللي بتلعب في مركز راس الحربه. فالعدد ما شاء الله كبير قوي، والتشكيل اللي بيلعب يعني ممكن يلعب فرقه ثانيه في ما شاء الله في الدوري العام المصري يعني. فلعيبه كتير كلهم مميزين، وكمان النهارده ايمن اشرف بيلعب في مركز
النادي الاهلي محتاجه يعني بعد محتاجه جدا بعد جدا 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 بعد رحيل حجازي. بصراحه حجازي مؤثر، رامي ربيعه مستوى ارتفع، سعد سمير طبعا احنا شايفينه كان عامل موسم هايل الموسم اللي فات، نجيب ماشي كويس وفي اي وقت بيلعب، لكن برده محتاجين حد معاهم. انت فأيمن كمان حد بيلعب رجليه الشمال مظبوط. لا فأيمن اشرف في المكان ده في المساك لعيب كويس يعني، لعب كتير مع سموحه ففي المساك بالذات يمكن اكتر من الظهير الايسر كمان. ده انا قصدي ان هو لما تلعب مساك برجله الشمال الشمال طبعا لو انت اضطريت انت تلعب بثلاثه بس تحت، لو اضطريت يعني تكون مثلا عايز تكسب وعايز تطلع واحد من تحت يبقى عندك مساك وباك ليفت. بالظبط مظبوط. احيانا بتحصل في النادي الاهلي بعض السنين حصلت معانا ايام محمد يوسف كان بيزيد معانا، كان بيعمل لنا الناحيه الهجوميه بتزيد معانا واحنا بنامنه برده ما فيش. في الفرقه دي كمان ما فيهاش بلاي ميكر اللي انا شايفه ده، فممكن الراجل ده لو احنا بنطلع وهو بيطلع معانا احس ان هو يعني اسيست كده في وسط الملعب برضو الراجل يعني يقدر يعمل زي بيكنباور كده، كان زمان عنده الباص اللي هي مهم جدا عنده نظره ثاقبه كده يقدر يطلع اجنحه يقدر يطلع، فالرجل الشمال دي متهيألي ممكن بالزبط. تساعده في ان هو ينوع اليمين او الشمال يعني. لكن بالنسبه للتشكيل عامه زي ما كابتن اسامه اتكلم والكابتن شريف يعني محير، بمعنى اللي انت بتتكلم على فيه ثلاث فرق في النادي الاهلي موجودين يعني ربنا يشفي او اي لاعب او مصاب بس لا قدر الله او انذارات، عندي بديل البديل البديل ودي برضه ودي فرقه البطوله انا ما وكمان على فكره طول عمرها المنافسه بتبقى في مركز واثنين وثلاثه موجوده طول عمرها في النادي الاهلي، يعني لو فروت هتلاقي واحد واثنين وثلاث رقم ثلاثه ده مستني يجي الدور عشان يعني منافسه. دي بتفيد كمان الجهاز الفني وبتفيد النادي نفسه يعني على فكره ده حاجه بتفيد النادي غير ما يبقى عندي واحد في مركز معين وانت مجبر ان انت تلعبه، لكن لما يبقى عندي بدل وليفا النهارده اعتقد يعني ما فيش حد من اللي لعب موجود امبارح كلهم في دي فرقه ثانيه خالص ما شاء الله يعني احنا عندنا صبره حلوه ومحمد هاني بباكين محمد نجيب وايمن اشرف واتكلمنا حته لو ايمن اشرف ده زاد ولازم على فكره احنا عندنا انت اتفرجت على امبارح على ماتش الطلائع ما فيش حد بيهاجم النادي الاهلي لاحترام للفرق كله يعني امبارح انت بتبص على فرقه بتدافع 90 دقيقه لاحترام ليها واحترام الامكانيات وكويس انت فكرتني بالحاجه دي لان كنت عايز يعني بصراحه عايز اقول كلمه في ودن الكابتن حسام بدري ما فيش داعي ان انت تلعب بالديفندرين ديفندرين خصوصا نفس الشكل نفس الستايل اللي هو اقطع واسلم يعني انت لما نزلت احمد حمدي امبارح لا عنده زيادات وعنده يعني حاجه تقيله بصراحه يعني حاجه مبشره ان هو بياخد الكوره وبيزيد وبيعدي وبيعمل دبل باص لكن انت عندك السوليه وحسام عاشور بيتهيألي قريبين قوي من بعض اوكي مفيش مشكله بس هو برضو اللي بيلعب بسيستم وبيلعب بالشكل ده هو برضو ما ينفعش انا ايه اغيره هو اكيد بيبقى في وقت من الاوقات انا مضطر العب زي ما انت بتتكلم في كده مضطر ممكن انزل احمد حمدي مضطر انزل لصالح جمعه عندي في المكان ده لعيبه كتير على فكره انت عندك بتتكلم النادي الاهلي 4 2 3 1 3 دولت من عندك عبد الله السعيد وعندك مؤمن زكريا وعندك صالح جمعه وعندك ميدو جابر وحمود مجموعه كبيره فانت تقدر تلعب انت في كنادي اهلي اعتقد الطريقه اللي احنا بنلعب فيها لعب بيها النادي الاهلي طريقه خلاص الفرقه كلها بتيجي يعني طالع امبارح عايز ياخد بونت من النادي الاهلي ما بيفكرش حتى يكسب يعني ما عندوش الراجل رايح امبارح خمسه على لعيب واحد عندنا يا اسامه بالظبط ها خمسه كونتر اتاك في اخر الماتش وراح صلاح امين ده خد الكره شاطها ما عندوش مش مصدق ان هو رايح ده ولو هو بص معاه خمس لعيبه من طلائع الجيش على واحد او اثنين اعتقد من لعيبه النادي الاهلي ده طموح الفرق ده ما صدق انه بقى في البوزيشن ده وما صدق انه هو بيلعب النادي الاهلي وما صدق انه بيشوط وخلاص دي حقيقه وجات له يعني برضه ده لو لعبها بالعرض للراجل هيلاقي اثنين فاضيين من بتوعه يعملوا مشاكل كتير قوي فالناس بتلعبنا وهي حاسه برضه ان احنا عايزين يقتنصوا مننا اي حاجه بس هم برضه عارفين ان كفاءه النادي الاهلي ما شاء الله تقدر في الملعب ترد باللعيبه بتاعتها طول ما احنا الحمد لله الاصابات بعيد عننا يعني. لا يا كابتن ياسر لو عايز تكمل. لا يعني بالنسبه للنهارده النهارده مباراه بامانه جت في وقتها، انت عندك مباراه برضو مباراه الترجي هي اللي جايه، فانت بتجهز باللعيبه اللي هي هتلعب افريقيا اعتقد او بنسبه 90% برضو مع اللعيبه اللي ما لعبتش امبارح حتى لو مش مقاد افريقيا برضو هتدي لها جزء من المباراه، لكن المباراه في وقت الوقت بتاعها ده مناسب جدا وخاصه اللي انا عندي لعيبه برضو بعيده شويه عن او لسه التجانس مش موجود بين يعني ايمن اشرف مهما كان برضو هو لعيب اصلا من النادي الاهلي وهشام محمد كل ده حاجه كويسه بس التجانس مطلوب في الوقت ده كل ما انا بياخد جرعه تدريب اكتر والماتشات اللي وده بيشارك فيها بعرف فكر زميلي وبعرف ايه اللي بيفكر فيه الحاجات دي بالنسبه لنا بتبقى مهمه
فعشان كده المباراه في الوقت ده مباراه ان شاء الله تكون مباراه اللعيبه تطلع منها سلام، نطلع نستفاد منها تكتيكيا وفنيا، الحاجات دي كلها تساعد لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله. تمام. يعني كابتن اسامه، الكابتن حسام في ظل الجاهزيه اللي ما شاء الله قدامه من لعيبه النادي الاهلي، يعني مضطر ان هو يصنف اللعيبه ولا يسيبها كده؟ يعني ايه يصنف اللعيبه؟ يعني يقول مثلا ايه كابتن شريف عبد المنعم رقم 1، كابتن ياسر ريان رقم 2، كابتن اسامه عربي رقم 3، عبد الحميد حسن رقم 4، ولا يسيبها كده؟ ايه الصح؟ لا بص، هو يعني يعرف كل لعيب هو في المركز ايه علشان يزود من نفسه، ولا يسيب الموضوع عايم؟ هو كل مدرب بيبقى ليه اسلوب. يمكن في الدوري الاوروبي او التفكير الاوروبي عادي جدا ان ممكن يجيبوا لعيب ويقولوا له مثلا انت هتبقى رقم 2، بيبقى مصنف ان هو رقم 2 او رقم 3، ممكن العقليه بتستوعب ده. اللعيبه المصريين ممكن ما يستوعبوش ده، لكن المدرب بيرتب في تفكيره رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، لان ما فيش فرقه مهما كان العدد ده، واحنا طول عمرنا بنلعب بالعدد ده، لازم عند المدرب في 1 وفي 2 وفي 3، لان هو مش ممكن كل ماتش هيغير 7-8 لعيبه. بس كابتن حسام ما كانش عامل كده السنه اللي فاتت. بس لا معلش، بس في شكل للفرقه معروف. يعني انت لما حجازي بيلعب على طول، عبد الله سعيد بيلعب على طول، احمد فتحي بيلعب على طول، حسام عاشور بيلعب على طول، في حوالي 7 أو 8 بيلعبوا على طول. يمكن بيحصل تغييرات في الجزء الامامي عشان عدد كبير، وليد سعد بيبدا يقعد، وبعدين حسام غالي يبدا فتره ودويه، لكن لازم يكون في على الاقل 8 او 9 لعيبه ثابتين، وده هيحصل مع مرور الوقت. مفيش فرقه في العالم ما عندهاش تشكيل ثابت بنسبه 90%، ده استحاله. فهو مرتب في دماغه ان ده رقم 1 ورقم 2 ورقم 3، بس مش شرط انها تتقال للعيب، مش شرط ان، بس اللعيب مع الوقت بيحسها. يعني معروف كان تشكيل الاهلي في السبعينات 90% من التشكيل معروف، في ناس ممكن تلعب مكان ناس، لكن في ثوابت. في الثمانينات كنا كده، معروف في التسعينات كنا كده، بس ان هينزل لعيب معين في تاني تايم 40 دقيقه 35 دقيقه بقى معروف ميعاده. يعني بيطلع محسن صالح وينزل صفر عبد الحليم عشان ينشط وسط الملعب مثلا، في يوديني انا على الجون، يودي مصطفى عبده. كان في مهمات معروفه، وكان في طبعا يعني قدرات كتير قوي في الملعب بيحتاجها المدرب ان هو بيخلص. بس انا عايز اقول حته في الحته دي، ان اسامه مدرب وعارف، وكلنا يعني وياسر، ان الدوليين بيبقى لهم الاسبقيه عند المدرب. طبعا. يعني ما اقدرش يبقى عندي 5-6 جايين من منتخب مصر وهروح مع عدو، يعني اكيد الشذوذ هنا عمرو جمال بس. يعني الشذوذ في القاعده دي كان لما بيلعبش هنا وبيلعب هنا. يعني ما كانش بيبتدي بحسام بدري وبيلعب في منتخب مصر. ولكن حسام كان بيديله تاني تايم وبيعتمد عليه. التغيير المؤثر مش لاقي فرود. التغيير المؤثر عنده كان هو عمرو جمال، يعني برده قريب مش بعيد جدا. فاعتقد ان هي الرد، الدوليين دايما بيبقى ليهم اسبقيه عندكم كمدربين. يعني في طبعا مفيش شك، مش ممكن واحد هيجي لي بيلعب دولي على كل لعيبه مصر وبيلعب مستويات بتريحنا نفسيا يعني، ولو جاي سليم يعني ومستويات عاليه جدا، ما هنا يجي يقعد في التشكيل الاساسي هتحاسب عليه. مش في الاحتياط، هيحاسبوك عليه وهيحاسبوا اسامه طبعا. يعني انا لما اجي مثلا هيجي لاعب الترجي، انا بقول لك في 90% في 9 لعيبه اكيد هيبقوا في الملعب، او 10 ممكن هيبقى اختلاف عند حسام في 1، لكن في 9 و10 هتكونوا موجودين، مش ممكن مش هيكونوا موجودين. يعني مش ممكن احمد فتحي مش هيبقى موجود، مش ممكن عبد الله سعيد مش هيبقى موجود، مش ممكن حسام عاشور مش موجود. في ثوابت موجوده في النادي الاهلي طبيعي يعني طبعًا. ودي موجود، ودي النجاح على فكره اي فريق. لما المدير الفني بيثبت مجموعه من اللعيبه بالظبط بتفرق، حتى اللي بتخلي المنافسه كمان بين اللي بتقول الرقم 2 ورقم 3 ده بينافس اللي هو موجود بالزبط في الفرق. فثبات التشكيل ده مهم للفريق عموما يعني. بالظبط. كابتن شريف امبارح كان في اخطاء تحكيميه واضحه جدا، وادت فعلا لخساره النادي الاهلي نقطتين، لكن في فرص سهله قوي بتضيع، وفرص متكرره وفرص سهله. يعني تفتكر ايه؟ تعالى انا وانت في الحته اللي هي بتاعت وليد ازارو دي. يعني خدت بالك ازارو ده امبارح مضيع له كورتين، وفي واحده لو وقع زي ما حسام بيقول له البينالتي بتاع اسامه اللي هو عايزه بالزبط. على فكره هو بينالتي هو لو نزل وقع هياخد بينالتي. ما كمل واداله الادفانتج بتاعه خلاص، ما هيديله امتى خلاص. ف الراجل اللي اسمه احمد الشيخ ده عمل حاجات لطيفه جدا، جنبه احمد حمدي بيلعب شكله كده اسامه زي نفس الشكل، ففي شوشره
في المنطقة دي من الاثنين، مع حتى النهاردة امبارح مش هتلاقي احمد فتحي كتير قوي باين في الصورة عشان احمد شيخ مستولي على الدنيا متلخبطة عنده من الاداء بتاع انه بيلعب حر قوي في المنتخب، ما عندوش كم الفراودة دي هناك. فكان عنده رؤية في ماتشات المنتخب انه يباصي او يجري او يعمل، عنده وقت كمان انه ياخد فرصته قبل ما الفرقة التانية في المنتخب بتكمل. هنا كان عنده شوشرة جامدة قوي. عبد الله سعيد زي ما هو النمط نفس الشكل، بيحب يبص ويحب يعمل يسقط الكره، فلازم التحركات بتاعه وليد ازارو دي وما سيستجد عليه من السبورتنج من تحت فيقدر عبد الله سعيد يكمل. وليد سليمان امبارح اكيد في اصابه، انا حاطط ثلج على ركبته، مش ده وليد سليمان. وليد سليمان ده انا بعتبره من اهم اللعيبه اللي موجوده، هو مؤمن زكريا في مصر دي حقيقه. ف 21 سنه وليد ازارو هنستحمله شويه، بيجري وبياخد منطقه وبيفوت وعنده قوه وعنده الملكه في المنطقه دي. فمعلش يا جماعه امبارح احنا ما عرفناش نهدف عن طريقه، زي راجل ابن ياسر احمد نازر. احمد نازر في جو ملغم وملبت خارج وداخل الملعب، هل هو ده احمد بتاعنا بتاع الناشئين؟ ده بيجيب جول من اي حته، بيجيب جول من اي الكره دي اللي احنا قلنا هو هو كابتن حسام قاعد يصرخ له احمد بينزل يجيب جول من اي حته وهداف. لو الدنيا الاهلي كسبان 2-1 ولا يجوز يمكن احمد هو اللي يعمل الزياده. فاللعيب اللي انا كنت محتاجه امبارح مع وليد ازارو اللي هو احمد ياسر، الوقت ما اسعفوش، جو المباراه ما اسعفوش. فعشان كده يمكن امبارح التشكيل حسيت ان في لعيبه مشوشره على لعيبه، او لعيبه عايزه تدي النادي الاهلي اكتر وقت، او هي اللي تكسب. زي احمد حمدي مثلا، زي احمد الشيخ، عايز المسؤوليه اللي حطها عليه حسام بدري في الميديا وقال له انت عليك ضغط جامد وعليك حاجات كتيره ولازم تثبتها عشان احطك في التيم وابقى انا فرحان بيك اساسي وكلام من ده. وانا عارف حسام لما بيحط حد في دماغه بيكون بيحبه فعلا ومقتنع بيه جدا. فاكبر رد الهي ان الفاول يتشاط بهذا الشكل ويروح بهذا الشكل ونتعادل بيه. فيبقى وجود الولد مش سفلقه ولا لا لعيبه على قدراته ويقدر. فهي بس الدخول في حته اليمين دي شوشره على بعضه وبقت الحكايه، عايزين نخبط. ناحيه الشمال حسين السيد عمل اللي يقدر عليه امبارح، نهينا عن الكره اللي اتهموه فيها انه كان لازم يلعبوا العرض وما يشوطهاش، انما غير كده ما شاء الله محسسني ان هو معلول واثنين ثلاثة معلول في بعض امبارح. بالظبط، انا عنده كوره عاليه جدا الولد، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه وفي امكانياته كمان، وده من مميزات النادي الاهلي. عوده جميله جدا لساعد سمير انه بيتعدى منه وبياخد سبرنت وياخد الكوره تاني، ده بيطمني عليه. كمدربين بيبقوا عارفين بيتفرجوا على لعيبه يقدروا يقيموا اللعيبه دي. احنا نستنى على وليد، معلش يا عبد الحميد شويه. لا لعيب كويس، لعيب كويس وهتيجي. احنا قعدنا على فلافيو قد ايه؟ حاطط مناخيره في كل كوره. قعدنا في فلافيو قد ايه؟ سنه ونص في فلافيو ولا سنه وشويه، لغايه لما بقى احسن اخطر مهاجم. كولوبالي كمان وهو موجود، انت رايح بعيد ليه؟ وكولوبالي كان برضه صبرت عليه شويه، بس كان حسام بدري مش كان بيديله ماتش عشان يخرج عشان يبتدي بمتعب، هو ممكن يلعب تاني، راح كله ماتش بيجيب جون واثنين. بالظبط، هو ممكن يكون يعني عنده حته تسرع شويه، عايز يجيب جون بسرعه شويه. يعني خلي بالك الفرد باكيت، عايز يدي اكتر حاجه مستعصب، يعني في عصبيه امبارح كده. هو مش فعلا عصبي، وعايز هو حاسس لو جاب جون انه ممكن تبتدي ثقه الجمهور الاهلي يجي، فهو عشان كده في لازم يجيب مصرب، يعني مصربع شويه، وعارف قيمه اسم النادي الاهلي كبير قوي، فعايز يخش جوه الحكايه. يعني قول لي، اول ما شفت احمد سالته ولا هو قال لك حاجه؟ لا، بالنسبه لاحمد يعني انا شايف رد، يعني التوقيت نفسه في المباراه ما فيش شك طبعا، احنا بنبقى متعاطفين مع اللعيبه اللي هي بتبقى تحت السن. لا، انا عايز الكلام بينك وبينه، يعني كان انا معايا امبارح خالص. لا، عشان النتيجه ولا هو اتكلم معاك ولا انا اتكلمت معاه لسبب هو على فكره واخد خبطه في انكر رجله دي مورمه، ومورمه رجله احتمال يبقى مش موجود النهارده. بس انا اديت له النهارده، اتكلمت معاه قلت له خلي بالك في فرق بين الماتشات الوديه والماتشات الرسميه. حلو، وانا بدي على فكره ايه تحذيرات، قلت له خلي بالك برضو مطلوب النادي خبرات. النادي الاهلي والنادي الاهلي مطلوب منه بطوله، مطلوب كل ماتش يكس، مطلوب لازم تبقى مريح كويس، مطلوب حاجات كتير قوي منك علشان توصل اللي انت عايزه. فهو حتى بيقول اي حد فينا كده وهو طالع بيلعب ماتش بيبقى في خضه، في أكيد. في حاجه أكيد. مش طبيعيه. يعني هو في المنطق واكيد هو كان مستني ان شاء الله الاهلي يكسب 2-3 وممكن ينزل يبقى فرتع، وده طبيعي. ثقه الكابتن حسام في لعيب زي ده او احمد حمدي
بامانه يعني حاجه تحتسب لكابتن حسام، وخاصه الولاد دولت عيال متعوده على فكره. ولاحظت برضو الشوط الثاني انا مش هجاملهم، حتى وهم موجودين عندهم الشراسه النادي الاهلي متربيين عليها، عارفين ان التعادل ما ينفعش مع النادي الاهلي، خلاص حسوا بيها. فده الطبيعي اللي انا اتكلمت معاه في خطوط عريضه، اللي انت خلي بالك ماتشات كتير في اوقات هتبقى كويس وفي اوقات مش هتوفق وفي اوقات وفي اوقات حاجات مش هتلعب وفي اوقات بس خلي عندك الماتش اللي تلعبه ايه اللي بالصفحه بتاعته وكمل على اللي بعده على طول. انا على فكره تاني ماتش ليا انا لعبت اول ماتش افريقيا حامل اكني احمد مثلا، انا كنت في نفس سن احمد ونازل مع من الناشئين عامل برضو دوشه في الناشئين فخدوني من غير ما اعرف الدرجه الاولى، فلعبت ماتش افريقي اللي هو هورس ده جبت جول وكسبنا. الماتش اللي تاني ماتش اتعادلنا كان ضد اتحاد اسكندريه في مصر، كان اتحاد اسكندريه بقى في طبعا وانا لعبت الماتش ده وتعادلنا، ما الدنيا ما حصلش فيها حاجه يعني، ورجعنا بقى الهوجه راحت تاني بقينا بنكسب الاربعات والخمسات، فان شاء الله يوصل. لا انا بتكلم انا ما بحبش اتكلم على ان شاء الله يعني عندي دعم هو هو عنده لا وكابتن حسام كمان في المؤتمر الصحفي اتكلم عليه كويس عشان هو عارف احمد الحمد لله في الماتشات الوديه ظهر بشكل كويس، احمد حمد ظهر بشكل كويس، يعني دي حاجات مؤشره كمان. اسلام محارب برضو استفدنا منه وده من يعتبر من النادي الاهلي، ايمن اشرف، فنتمنى ان شاء الله احنا نتمنى النادي الاهلي يكسب بمين بده وبده مش هتفرق معانا احنا والله بعيد عن ان انت والده يعني والكلام ده، احنا فرحانين بيه طبعا ان هو ابنك اول حاجه وفرحانين بيه ان احنا عندنا لعيب زي ده من الناشئين، احنا بقالنا كتير قوي مش شامين ريحه الناشئين في وسط لا ريحه الناشئين عندي في الدرجه الاولى التصعيد بقالي كتير انا يعني انا بحب ان الناس اللي بتشتغل تحت دي كلها صدار الاثنين ثلاثه بدل ما يروحوا لاسامه ويروحوا الناس الثانيه يعني بين الرب للغير ولا ايه اسامه انا مش عارف يعني اهلا بحضراتكم من جديد. يعني الاهلي والجونه وثلاثيه نظيفه للنادي الاهلي، افتتح الاهداف جونيور اجاييه في الدقيقه الثانيه من الشوط الاول ثم احمد حمودي في الدقيقه 16 ثم ميدو جابر في الدقيقه 41، دي الاهداف قدام حضراتكم. جونيور اجاييه من يعني كروس ولا اروع من كده من صالح جمعه، كروس بالمقاس لجونيور اجاييه اللي يعني لقى فرصه سهله جدا لاحراز الهدف الاول. الهدف الثاني بامضاء احمد حمودي برضه من صالح جمعه، يعني صالح النهارده ما شاء الله اسيست في الثلاث اهداف، احمد حمودي بيحط الكره على شمال الحارس وهدف جميل جدا. الهدف الثالث هدف برضه ممتع جدا صالح جمعه لجونيور اجاييه، ترقيصه جميله جدا. الهدف الثالث لميدو جابر في الدقيقه 41، اذا ثلاثه اهداف مقابل شيء. النادي الاهلي في الجونه رحب بضيوف الكرام كباتن الكبار كباتن النادي الاهلي وكباتن مصر كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك كابتن. كابتن اسامه اهلا بيك. اهلا كابتن ياسر اهلا بيك. يعني يا كابتن ثلاث اهداف ثلاثيه نظيفه استحواذ كامل للنادي الاهلي، يعني قول لي ملخص الشوط الاول. والله ملخص الشوط الاول في كام لعيب خدوا عينينا، عايزين صالح جمعه عايز يبلغ رساله لمنتخب مصر ويبلغ رساله لحسام بدري ان هو جاهز جوه الحكايه وجوه الفورمه وراجل شايف وواقف على رجله، يعني تحركات من ميدو جابر كتير قوي عايز يخش جوه الفرقه يعني ويرجع تاني للفريق تاني، بيكافئ مجهود طيب وتفكير كارو مميز جدا في الجون اللي جابه الحقيقه. في بقى حمودي النهارده بيتحرك كتير جدا وفي المنطقه دي بيحاول يعمل ثغرات ويعمل زي ما نقول تدريب كده جوه مباراه حبيه للي جاي بقى ان شاء الله للماتشات الجايه، فبيوسع فكر حسام البدري شويه لو هيحطه في الماتش او يحطه جوه البارتيتا اللي هتتلعب او جوه الفريق اللي هو ضمن الناس المختارين وكمان ده يبقى ليه شكل معين في ناحيه معينه ويطمن كمان عليه بدنيا. وبقيه الفريق الحقيقه انا شايف ان صبري الرحيل من كتر ما هو قاعد على فترات بيروح ويجي شفته مرتين ثلاثه، محمد هاني نفس الشيء، ايمن اشرف لم يكن في ضغط عليه او كان في كورتين بس زي ما احنا قلنا بيطلعهم على الاطراف، هشام محمد لعيب انا ما لسه ما خدنيش، كريم نيدفيد زعلان ان هو مش في يعني مش واخد ان ده تمرين ليه للعوده والكلام من ده وفي بورد الضيق، مع ان كريم نيدفيد من اللعيبه اللي كل الناس بتتكلم عنها كويس يعني ما يقلقش ومحدش مهمشه بالعكس ده هو
بين الخطوه وخطوه بيبقى جوه الفرقه. بالزبط. يعني من الناس اللي هي مختاره واللي بيحبهم المدرب جدا. بالظبط. اجي ايه عوده تحركات بيدخل نفسه شويه شويه في فورمه الماتشات يعني. تمام تمام كابتن اسامه. يعني اكتر ما لفت نظري طبعا موضوع صالح جمعه واجاي وميدو جابر، في تحركات بينهم كويسة، عملوا أكتر من كرة كويسة. طبعا واضح أنه صالح وجونيور أجايي عايز أقول خبرتهم أتقل، باين أن هم أساسيين أكتر من بقية المجموعة. بقية المجموعة يعني ماشيين كويس، أحمد حمودة برضو عمل أكتر من كرة وماشي كويس مش وحش، لكن في ناس بتحاول وتجتهد، في جهد كبير بمبذول كميات جري كبيره، ولكن انا بتكلم على تقل اللعب. تحس انه اجايه وصالح يعني هم اللي عندهم وضوح في السيطره على الكوره، في نقل الكوره، في التحرك. وان كان طبعا صالح بيلعب عايز اقول ايه على قد المباراه، أيوة على قد المباراه، لكن كل الحاجات اللي فيها خطوره هو اللي بيعملها. طبعا دي كانت فرصه هدف اتعملت كويس قوي بين صالح وعمودي واجايه، واتعملت اكتر من مره، ثلاث اهداف حتى هو مشارك فيهم صالح ومشارك فيهم اجايه وحمودي وميدو جابر. يعني بيعملوا شغل الاربعه كويس، فيعني دول اكتر حاجه لفتت نظري. وطبعا اجمل ما في الشوط الجون الثالث، الهدف الثالث نموذجي. صالح رؤيه عاليه جدا، جونيور اجايه تمكن ورؤيه جيده جدا لميدو جابر. ميدو جابر ما تسربعش وسند ورقص كويس قوي وحطها بسهوله، فده اجمل ما حصل في الشوط. بقيه اللعيبه زي ما قلت بيحاولوا، السردباكات ما لهمش ضغط لان فرقه الجونه بتجري وشباب صغيرين وكل حاجه. طبعا ده الهدف رائع، جابر حتى تصرف كويس قوي. فرقه الجونه طبعا فرقه يعني كان ليها باع وظروف معينه مرت بيها، شباب بيحاولوا لكن خبرتهم قليله، ما فيش خطوره ليهم على المرمى، فالضغط على الاربعه الرباعي الخلفي للنادي الاهلي مش موجود، مفيش تقريبا، مفيش يعني خالص. فبيلعبوا بارتياحيه، لكن الانطلاقات من صبر راحيل وهاني المفروض تبقى اكتر من كده شويه. تمام يعني. كابتن ياسر. هي مفيش شك يعني هي تجربه طبعا ناجحه للنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي وفيها استفاده كبيره قوي يعني. والنقطه اللي بنتكلم عليها هي حته التجانس، كل ما اللعيبه بتلعب مع بعض وخاصه الماتشات الوديه دي احسن بتبقى من التمرين بكتير يعني. المرحلة دي بتبقى مرحلة كويسة قوي وفيها استفادة. لكن طبعا ما فيش شك فرقة الجونة زي ما الكابتن أسامة اتكلم يعني طبعا كان لها وقت في الدوري، كان لها باع كبير قوي، لكن برضو الإمكانيات البشرية بتاعت لعيبة النادي الأهلي والخبرات برضو كان لها دور كبير قوي. في برضو لعيبة ظهرت فعلا بشكل كويس قوي، وخاصة ما فيش ضغط على النادي الأهلي، اللي خط الرباعي الخلفي ده ما فيش ضغط ولا على الشناوي، فكانت الأمور بالنسبة لهم سهلة جدا. لكن كل الشكل امام اللي هو الشكل اللي قدام كان احسن يعني، كان وده اللي بيمتاز بيه النادي الاهلي، وده اللي احنا بنقول عليه النادي الاهلي كل الفرق بتحاول ايه تقلل الاهداف اللي بتدخل فيه. فاعتقد صالح جمعه كان ظهر بشكل كويس، احمد حمود ظهر بشكل كويس، ميلو جابر انا بتكلم عن هو مجمل كله كان بيأدي الدور بتاعه والواجب بتاعه، لكن اللي ظهر بشكل كويس قوي قوي وكان ليهم لمسات او امانه يعني اجايه صالح جمعه حمودي ميدو جابر كل اللعيبه دي كلها ظهرت بشكل كويس، وده طبيعي جدا، كل واحد عايز يثبت وجوده وعايز واحد يقول انا برضو مكان ابقى موجود، كل ده حاجه كويسه. فالحمد لله يعني كابتن حسام اكيد اطمن على اللعيبه واكيد في تغييرات هتحصل بين الشوطين اعتقد يعني. لكن الشكل العام بتاعنا النادي الاهلي في سلسه في اللعب، في تجانس بالاربعه الخلف الاربعه اللي قدام، حاجات كويسه شفناها النهارده يعني. ما فيش شك هي المباراه برضو بنقول هي مباراه وديه، استفاده لعيبه النادي الاهلي، لكن هي برضو بتبقى بتاخد الطابع اللاعب بياخد برضو اللاعب اللي مش موجود في الـ في الـ في الفرقه في الماتشات في الماتش بتاع امبارح، برضو عايز يقول انا موجود. انت عارف المنافسه بين اللعيبه بتبقى موجوده على طول في النادي الاهلي اكيد يعني. ده السؤال برضو اللي هروح بيه للكابتن شريف،
مباراه وديه بتلعب فريق الجونه ضرب مذاعه على الهواء يعني طبعا يعني وعاملاها استوديو كمان تحليل احنا ليها ثقل يعني بالظبط بالظبط طبعا تعتبر مباراه مهمه طبعا يعني. اكيد مدى التقييم الفعلي المدير الفني للعيبه هو بيبقى عنده زي ما احنا اتفقنا كلنا في اول الاستوديو ان احنا عندنا اساسيين على الاقل 8 9 هو في احتياج ل 3 4 من اللعيبه اللي موجوده دي للتكمله وللوقوف على ارض ثابته في مباراه مهمه جدا زي يوم 16 تمام فهو ده المورال من هذه المباراه هو ده التمرين القوي بالنسبه للعيبه انت عارف اللعيب مهما احنا مرناه في الملعب او احنا اتمرنا فيتيكال فيتنس مش زي ضغط المباراه أكيد. مش زي السبرنت بتاع المباراه اللعيب بيعمل سبرنتات صغيره وانت عارف أكيد. في الماتش اللي هي 10 يارده و5 يارده و6 يارده اكتر من التمرين بيوم مره لو انا قلت له اعملها 5 6 مرات مش هيحس بقوتها زي المباراه بيبقى فيها حافز زي الكره اللي احنا بنتفرج عليها دي واحد رايح على الجول رايح يعمل شكل رايح يعمل ثرو باس جميل من دي واحده اهي بتتعمل شوف الاحساس وهو بيعمل الـ بيشيلها من تحت هو عارف انها رايحه الحقيقه يعني هو لعبها وشايف وباصص واثنين هناك مستنيينها فده احساسه هو بيديله ثقه زياده قوي ان هو يبقى في الماتش الجاي لو جات له ده تمرين كويس قوي في حاجات هنحتاجها قوي يا ميدو في الماتش الجاي أكيد يعني أكيد يعني ماتش زي بتاعنا احنا ما يخلصش غير في كورتين زي دول دي بتفكرني بكره الجزائر لو تفتكر اللي دخلنا بيها كاس العالم يعني حاجه زي كده شوف الواحد بيتفرج عليه ما بينساش الكور المهمه اللي بتبقى موجوده محتاج انصفر الفرص وفي حاجات بيتمرنوا عليها وما فيش كره انا بجيبها في الماتش لو كنت متمرن عليها ما فيش حاجه انا كنت بتعود عليها وبطير واعملها بدماغي اذا كنت عملتها مرتين تلاته في تمرين او في ماتش عبري فانا الحمد لله المنظر اللي انت شايفه ده حسام بدري اكيد اطمن على الفورمه بتاعه اللاعب وان هو واقف على رجله جميع اللاعبين الحقيقه جميع اللعيبه عندهم يمكن عندهم ثقه على لعيبه الجونه انما لو جونه بتهجم وبتخرب شويه كل لعيب بيفوق وكل لعيب بيبان معدنه ايه وكل لعيب بيعرف بان واقف على رجله ولا لا واضح ان الفرقه دي جاهزه مكسب كبير قوي للاجهزه الفنيه بره ان هتلاقي فرقتين عندك ان شاء الله تنقي منهم احسن القيم احسن مبروك عليه حمودي النهارده مبروك عليه ميدو جابر وبعدين طبعا صالح جمعه واجايه من الناس اللي احنا محتاجينهم في انصاف الفرص اللي انت بتترجم الاهداف اكيد إن شاء الله. يعني يا كابتن اسامه دي الملعب يعني انت عارف حضرتك طبعا عارف ملعب مختار تتش طبعا ملعب ضيق قوي بالرغم كده الاهلي عنده مساحات بيخلقها ان هو يروح وانفرادات راح بيها وحتى الاهداف فيها يعني شبه انفرادات فتفتكر ده ليه؟ يعني ده تحرك او سوء تمركز من لعيبه الجونه ولا ما هو الاثنين مع بعض خبره يعني كبيره من لعيبه الاهلي طبعا في تحركات كويسه قوي من لعيبه النادي الاهلي بالذات الاختراقات اللي بتتم وحصلت في الاهداف اللعيبه اللي بتيجي من على الجنب وتقطع في العمق يعني زي كره الجون الثاني اللي هو حمودي قطع من الطرف للعمق واتحطت له ده تحرك جيد جدا نفس الشيء اجاييه التحرك في ظهر الباك شمال في الجون الثاني وبعدين رؤيه انه يحطها لميدو جابر الجول الاول برضه قطع الجول الاولاني يعني ناحيه خططيه في الكورنر اكيد يعني 1 2 ثم ملعوبه على البعيده فالاختراقات واضحه دي تحركات ايجابيه من لعيبه النادي الاهلي لكن ما فيش شك انه برضو قوه المنافس بتخليك كمان تقدر تعمل عليه اللي انت عايزه بسهوله شويه فالاثنين مع بعض لكن انه الملعب صغير او لا يعني لعيبه النادي الاهلي واخده على الملعب دوت وطول عمرهم بيتمرنوا عليه والتدريبات يوميه هناك فحافظين ابعاد الملعب وبيعرفوا يتحركوا عليه كويس فدي نقطه مهمه لكن بتكلم في ماتش ودي لما تلعب ماتش ودي المساحات القليله تبقى تصعب عليك الدنيا شويه لكن احنا شايفين الموضوع سهل ما هو انا قلت لك الاثنين مع بعض في تحركات جيده والحاجه الثانيه برضو لعيبه الجونه خبراتهم يعني كابتن هشام زكريا عامل معاهم شغل كويس ولسه رايح لهم السنه دي مكونهم كتير قوي جداد فخبراتهم طبعا اقل من لعيبه النادي الاهلي تمام كابتن ياسر يعني شايفين عماد متعب شايفين عمرو بركات تفتكر الكابتن حسام هيغير تغييرات كتير الشوط الثاني اعتقد لا هو ما فيش كتير عدد على الدكه اعتقد يعني هم اربع خمس لعيبه اللي موجودين بس طبيعي هو اكيد اطمن على صالح اعتقد يعني في تغيير ممكن يكون صالح جمعه هو اللي غير او جاي
يعني في تغيير حصل دلوقتي واحنا شايفينه قدامنا، لكن برضو كله اكيد بيدي كل واحد فورمة الماتشات وعايز يبقى متواجد، وانت خاصة في لعيبة هتبقى موجودة في ماتش الترجي، فاعتقد وجود عماد متعب برضو اضافة بتبقى قوية في رغبة النادي الاهلي. يلا نروح نشوف الشوط الثاني. عمرو بركات شايفينه عماد متعب ان شاء الله، يعني اضافات طبعا قوية جدا، وعودة الهداف الكبير عماد متعب طبعا حاجة مطلوبة جدا للكابتن حسام بدري في ظل يعني الفرص السهلة اللي بتضيع، اكيد يبقى في استفادة من وجود عماد متعب في الماتشات الجاية ان شاء الله. نطلع نشوف الشوط الثاني ونرجع لحضرتك على طول، استنونا عندنا كلام كتير جدا جدا هنقوله عن مباراة اليوم ومباراة امس، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني مباراه من العيار الثقيل، 6 اهداف مقابل لا شيء، الاهلي يحرز 6 اهداف نظيفه، يعني افتتح الاهداف جونيور اجاييه هتشوفوها قدام حضراتكم في الدقيقه 2 حمودي الهدف الثاني، نشوف هدف بهدف، ده هدف الاول لجونيور اجاييه برضو اسيست صالح جمعه، هدف الثاني احمد حمودي في الدقيقه 16 صالح جمعه اسيست لاحمد حمودي اللي قطع ولا اروع من كده وحطها على شمال الحارس هيثم محمد. هدف الثالث امضاء ميدو جابر، صالح جمعه جونيور اجاييه ميدو جابر ترقيصه في منتهى الجمال وهدف ولا اروع من كده. عمرو بركات فاول في منتهى الروعه، يعني طبعا ضيوفي طبعا الكرام هيحللوا كل الاهداف، هدف جميل جدا 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 على شمال الحارس، يعني هدف شكل هدف احمد الشيخ بس كان هدف احمد الشيخ بعيد شويه، وبعد كده الوافد الجديد باكا، يعني ما شاء الله مش عايزين بقى نقعد نتكلم على باكا عشان ما نحسدوش، حاجه مبشره جدا جدا جدا. برضه هسيب ضيوف الكرام يتكلموا عليه، حاجه اختراقات سرعات قوه التحامات تركيز هداف من العيار الثقيل. الهدف السادس ايضا باقة من اسيست من العمده عماد متعب، اذا 6 اهداف مقابل لا شيء، مباراه مع سوت الخصم، لكن مباراة بتقول ان في فريق جامد جدا، في فريق تاني وفي فريق تالت وفي فريق اول، كلهم متشابهين، العناصر كلها متشابهه، ان شاء الله يكونوا اضافه للنادي الاهلي. ارحب بضيوفي مره ثالثه، كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر النادي الاهلي، اهلا بيك كابتن حبيبي. كابتن اسامه عربي اهلا بيك، مش هتمشي انت قاعد معايا ان شاء الله. كابتن ياسر ريان اهلا بيك. يعني يا كابتن برضو نفس السيناريو، ثلاث اهداف في الشوط الثاني، نفس المعدل التهديف في الشوط الاول، استحواذ كامل للنادي الاهلي مع سوت الخصم، لكن في كوره، في شكل، في اداء، في روح زي ما حضرتك قلت، في لعيب مبشر قوي باكا. يعني شفت الشوط الثاني ازاي قبل ما نتكلم في تفاصيله؟ والله طبعا بعد خروج الثلاثه اللي كانوا مميزين في الشوط الاولاني، اذا كنا بنتكلم على حمودي او صالح جمعه او اجاييه، تمام، نزل لنا 3 تانيين او 4 تانيين ما شاء الله. الله اكبر، ربنا يبعد عنا الاصابات باذن الله في الفرقه دي يا رب. كلنا شفنا قد ايه الجمل اللعيبه بتصنعها، انا ما اقدرش اؤمن ان ده كلام مدربين. اللي احنا شفناه في الملعب ده، دي لعيبة أرادت أن تكون داخل الملعب وليها بصمة وليها حلو أوي وليها حلو وجود حلو. ميدو جابر مموت نفسه الحقيقة تاني تايم، سيبك من الكورة بتاعته وصلت له أدى جمل، إنما عايز يعمل مجهود وعايز يرجع للتشكيلة بأي شكل، وأنا بحترم اللاعب اللي هو بيبقى عنده الجلد والمثابرة دي إن هو يبقى موجود. بقية اللعيبة كلهم على وتيرة واحدة على غرار ميدو جابر. المكسب طبعا الكبير النهاردة، إن معلش أنا معرفش عماد متعب النهاردة إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي، إنه بيشوف اللعيب اللي جاي المفروض هيلعب عليه يعني أو هيلعب على أي حد، باكا جاي بيتعامل معاه 1-2 بالكعب بشكل جميل على غرار في الماتش اللي انت البطوله العربيه في البطوله العربيه. اذا لاعب ليه ثقل ووجود برضه، والناس كلها بتحبه وبتحب لمساته زي ما المذيع قال. عندك 6 لعيبه النهارده ب6 اهداف منهم 2 باكا، وجود سحري لفريق انتوا بسموه البديل، ده اللي احنا قلناه انا وانت وكباتن مصر واحنا قاعدين، ان دول مش بدلاء، دول هم النهارده. انت لو حصل احلال وتبديل انت مش هتبقى عارف مين صالح ولا مين عمرو بركات اللي بيحط كوره على غرار احمد الشيخ امبارح، في الجمال وفي اللمسه، وقد ايه اللعيبه حابه بعض في الملعب. انا شايف في روح حلوه قوي، ان هم مش حاسين ان هي تجربه فريق تاني، دي تجربه ناس بعيد عن الملعب، اللي موقوف واللي مصاب واللي بيرجع،
فدي الروح الجميله اللي احنا اتفرجنا عليها تاني تايم. مبروك واسيب كباتن. حلو كابتن اسامه. طبعا الشوط الثاني نفس الوتيره بتاعت الشوط الاول، حتى بالتغييرات اللي نزلت اللي هم خمس تغييرات، متعب وعمرو بركات واكرم توفيق واسلام محارب وباكا، ادوا بنفس الشكل بتاع الشوط الاولاني. في سرعه في الاداء، في جمل بتتعمل في عمق الديفنس بتاع فرقه الجونه، وشفنا ثلاث اهداف جميله، واحده من ضربه ثابته لعمرو بركات، وكورتين حلوين قوي الباكا، اللي هو ان انا بقول في اول مباراه ليه عايز اجيب له باكت ورد. يستاهل. يستاهل باكت ورد يعني. فهو بصراحه لفت نظري في حاجات كتيره قوي، اللي هي الحاجات قبل الحاجات التكتيكيه وكده، في حاجات في شخصيه اللعيب كويسه قوي. اولا عنده جرأه جامده جدا، يعني كل كوره بيفكر يروح على الجول، يعني لدرجه انه انا في اول ما نزل كان بيلعب للعمق شويه، يعني ما كانش بيروح للطرف اليمين قوي. لكن في اي كوره سواء من العمق سواء من الطرف، وحتى شفنا الجون الثالث اللي عمله عماد متعب، عمله له بكعبه حلو جدا السادس، اتجاهه على طول في اتجاه الجون يعني. وشاط قبل الجونين عمل كورتين من جوه الستة ياردة ما وفقش فيهم، لكن تحس ان هو متعطش على الجون وواضح ان هو جريء على الجون. ثانيا في الناحيه البدنيه عنده حاجه، يمكن في اتنين ما شاء الله قاعدين معانا كانوا مميزين بيها جدا، سرعه فائقه ما شاء الله. يعني عنده سرعه كبيره جدا، ودي ما بتلاقيهاش كتير يعني. نوعيه لعيبه النادي الاهلي كل يعني في المهاره كتيره قوي عند حموده، عند ميدو، عند عبد الله السعيد، عند صالح جمعه، عند وليد سليمان، عند مؤمن زكريا، لكن السرعه الفائقه دي اكنه عداء ما شاء الله يعني، ربنا يحفظه، اكنه عداء 100 متر. فهو في حاجات كده، غير ان هو بقى في كورته كويسه، انه الهدف الثالث واضح قوي ان هو راح بثقه وشايف الجون وحاططها له في عكس اتجاهه، فعنده مميزات. اتمنى ان شاء الله يعني تكون دي بدايه كويسه موفقه ليه مع النادي الاهلي. ف يعني لعيب شكله واعد وسنه صغير، يعني كل الناس اللي عمرو بركات عمل حركه كويسه، بيلعب تحت الفراوده، بينقل الكره كويس، متحرك، فالشكل العام كويس، وكل الناس اللي نزلت مع الناس اللي لعبت 90 دقيقه حاولوا في اكتر من كوره اتعملت بشكل كويس قوي. انا اعتقد ان هي استفاده جامده النهارده يعني. اكيد كابتن ياسر. هي تجربه ما فيش شك ان هي تجربه ناجحه للنادي الاهلي. برضو كان في لعيبه ما كانش موجوده الماتش امبارح، فطبيعي جدا ان هم ياخدوا النهارده، وجودهم كان ده مهم جدا برضو، ما يبقاش بعيد خالص عن فورمه المباريات. ما فيش شك ان في فرق بين المباراه الوديه والمباراه الرسميه، بس برضو كانت مهم جدا. الشوط الثاني برضو نفس الوتريه بتاع الشوط الاولاني في الاداء وفي الشكل وفي كله، يعني ما فيش تغييرات على فكره، حتى اللي البدلة اللي هم كانوا موجودين ونزلوا بقى هي يعني، ودي حاجه بيمتاز بها لعيبه النادي الاهلي. البديل احنا قلنا في النادي الاهلي لو عنده قائمه 30 او 32 كله، هي قائمه النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها لاعب احتياطي ولاعب اساسي، بس في لعيب ممكن الظروف في الوقت ده بتحكم اللي هو يلعب، ممكن يكون الفتنس او البدني هو الوقت الاجهز، لكن كلهم بشكل واحد، تطلع حمود تنزل بركات هو تطلع ميدو جابر تنزل، يعني هتلاقي كلهم واحد، ودي بيمتاز بها لعيبه النادي الاهلي، وعشان كده النادي الاهلي بياخد بطوله وبياخد بطولات، علشان احنا عندنا بدل المركز واحد واثنين وثلاثه، عشان كده بيبقى في منافسه بتبقى موجوده. فاللي انا عايز اقوله كمان، الحمد لله اللعيب ما بيقسي، وخاصه في الماتشات الوديه، في لعيب عندها عايز يثبت لكابتن حسام مهما كان مفهوم عماد متعب، هتلاقي عايز يثبت نفسه ويثبت وجوده كل ده حاجات بتحتسب للاعب النادي الاهلي. لكن مجمل المباراه باكا يعني باكا ماني، اعتقد فعلا النادي الاهلي اللعيب عنده سرعات بتحرك كويس جدا، في كمان عندهم حاجه كويسه اللي هو دخل، ودين بيمتاز بيها برضو النادي الاهلي طول عمره، اللعيب على طول انسجام في وسط اللعيبه، بتحس اللي هو مش اول مره يلعب مباراه وده مع لعيبه النادي الاهلي، تحس اللي هو بيلعب بقاله فتره طويله. الكره اللي عملها مع عماد متعب يعني بيقرا، بس هم لعيبه الكره بيحفظوا بعض يا كابتن، بالظبط مفيش شك. بس برضو انت ما بيجي لك لعيب مبتكر يعني. ايوه ما بيجي لك لعيب، احسن النادي الاهلي مش هيجيب اي لعيب، هو اللي احنا بنجيب لعيب
علشان لعيب يبقى في وضع البطوله في وضع المنافسه. انا مش هجيب لعيب لسه هختبره لسه هبص عليه. عشان كده يعني اعتقد الشوط الثاني برضو الكفاءه كانت موجوده في لعيبه النادي الاهلي. ظهر بصراحه برضو عماد متعب برضو وجوده بيبقى في الملعب ده بيبقى حاجه برضو مهمه جدا زيه كان زي حسام غالي برضو. القياده دي بتبقى مهمه في الفرقه. فالحمد لله تجربه كويسه للنادي الاهلي اكيد. يعني كابتن شريف تعال نرجع لمباراه الامس يعني وحته الديفندرات اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول وقال النادي الاهلي محتاج ديفندرين اللي هم الثابتين نفس الشكل ولا عايزين ديفندر متحرر؟ طيب ناخد كريم احمد ونرجع نكمل سؤالنا. كريم اهلا بيك يا كريم. تحياتي ليك كابتن ميدو طبعا من جديد لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عقد طبعا انتهاء المباراه اكيد طبعا تجربه مميزه زي ما قلنا مباراه مهمه مباراه مفيده. كابتن حسام البدري الجهاز الفني حاول طبعا اشراك كافه اللاعبين زي ما قلنا اللي ما شاركوش خلال المباراه الماضيه وايضا اللي ما بيشاركوش بشكل عام. يمكن بعد طبعا انتهاء المباراه فرض الكابتن حسام والكابتن سيد عبد الحفيظ فرمان لكل اللاعبين بي طبعا عدم التسجيل مع اي وسائل طبعا مقروءه ومسموعه للقنوات. كل الامور دي طبعا خاصه بالنسبه لمباراه الترجي. حاولنا طبعا ان احنا نحاول نجري بعض اللقاءات لكن بنحترم طبعا رغبه الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني على غلق الامور بالنسبه للفريق استعدادا لمباراه الترجي المهمه جدا زي ما احنا قلنا. عايز طبعا اطمنك بشكل كبير على عماد متعب النهارده. هو كان تحامل على نفسه زي ما قلنا قبل الهوا طبعا او قبل المباراه. عماد بيشعر من يمكن نزله معويه الام كانت في المعده النهارده كمان كان عنده بعض الالام صباحا لكن تحامل على نفسه عماد وشارك النهارده واكيد بنتمنى له كل التوفيق عماد متعب في الفتره القادمه. علي معلول باكد على جاهزيته ومؤمن زكريا كمان بنأكد على جاهزيته. وليد سليمان اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا ان شاء الله خلال المباراه القادمه. وبنتكلم طبعا على المعسكر المغلق اللي هيبدا يوم الخميس في الاسكندريه. كابتن حسام البدري قرر السفر الى الاسكندريه قبل المباراه ب 48 ساعه. مزيد طبعا من التركيز الفتره القادمه للاعبين. اللعيبه طبعا دخلت في مود المباراه بالنسبه لمباراه الترقي عقب انتهاء مباراه طلائع الجيش زي ما احنا عارفين. اكيد طبعا مباراه مهمه بتحاول طبعا الجهاز الفني او في محاوله من الجهاز الفني بشكل عام فرض تركيز كبير على اللاعبين. اكيد ده بنحترم زي ما قلنا قرار الكابتن سيد عبد الحفيظ بعدم وجود اي لاعبين او حد من الجهاز الفني لاجراء لقاءات معنا بعد المباراه. غدا هيكون في تمرين في الساعه 5 عصرا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الامور زي ما قلنا ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. يبقى كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي في مباراه الترجي. بنأكد كمان على حضور الجماهير. يمكن النهارده طبعا عارفين كان في اجتماع امني طبعا الخاص بالاسكندريه طبعا برج العرب 20,000 ان شاء الله يكونوا متواجدين. النادي الاهلي حاول ان يزيد فيها الجمهور طبعا او المشجعين اللي هيكونوا متواجدين نظرا طبعا لمباراه مصر واوغندا كان فيها 65,000 مشجع. فاكيد ده كانت تجربه مميزه جدا. الكابتن اللواء شيرين شمس طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي في محاوله مع الامن لزياده العدد لكن حتى هذه اللحظه 20,000 مشجع عمر ان شاء الله يكونوا متواجدين في استاد برج العرب يوم السبت. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته الهامه مباراه الاهلي والترجي التونسي. عوده ليك يا كابتن ميدو في هذه اللحظات. شكرا يا كريم. يعني انا مقدر طبعا واكيد كلنا مقدرين موقف النادي الاهلي والكابتن حسام بدري والكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يحافظ على لعيبته وعدم التحدث الى وسائل الاعلام حتى لو كنا احنا اللي هو اسم النادي بس مش مشكله. خلي اللعيبه تركز وخلي الجهاز يركز واحنا طبعا وراهم قلبا وقالبا. يعني شكرا كريم احمد. يعني برضو كريم اتكلم عن المعسكر ان شاء الله من يوم الخميس ان شاء الله في اسكندريه. كمان اتكلم على التواجد الجماهيري اللي بيطلبه النادي الاهلي. وانا شايف ان احنا ممكن نزود العدد يا جماعه. يعني مفيش اي مشكله. احنا يعني 65,000 كانوا في مباراه مصر. يعني لو حتى زودنا العدد ل 40,000 انا اعتقد ان جماهير النادي الاهلي كلها متعطشه وكلها يعني استوعبت الموضوع خلاص. ولازم الجماهير تبقى ورا النادي الاهلي في مباراه مهمه زي مباراه الترجي دي تحديدا كمان. فاتمنى ان الاهلي الامن يتفهم ان شاء الله تزيد 30,000 يعني على الاقل 40,000 كابتن شريف يعني يتفهم القصه دي. ولو طبعا الظروف صعبه لا طبعا احنا معاكم ماشي مفيش مشكله خالص. لكن الموضوع ان شاء الله يبقى سهل وجماهير النادي الاهلي على قدر المسؤوليه. واحنا محتاجين بصراحه الجماهير والنادي الاهلي في هذه المباراه كابتن شريف طبعا. يعني لو حضرتك عايز تعلق على الموضوع لا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان الزياده العدديه للجماهير هتبقى ان شاء الله دعم كبير جدا للعيبه. أكيد. واللعيبه اعتقد ان نص فرقه الاهلي من منتخب والمنتخب يعني راجعين من الماتش وسط الجماهير وعندهم الاحساس نفسه بوجود الجماهير. والجماهير بتاعه الاهلي ما شاء الله بتدي يعني نص فرقه لوحدها بالظبط بتبس وتحبط اي حد لا والمباراه دي بالذات لا لابد من الجمهور وجمهور كمان بعدد كبير جدا لسبب هي المباراه من المباريات اللي النادي الاهلي محتاجها جدا. فبنتمنى الامن ووزاره الداخليه برضو احنا جمهورنا جمهور محترم ما عندناش اي حد بيعمل اي مشكله الحمد لله
وكله بيلتزم بحدوده يعني في الملعب. أكيد. اتمنى ان شاء الله العدد يزيد يعني 20 ده العدد بالنسبه لنا في استاد برج العرب اعتقد عدد قليل يعني. اتمنى العدد يعني يزيد يعني ما يوصل ل 40 و50 الف ما فيش فيها مشكله ان شاء الله يعني. اكيد يعني انا بكرر برضو تاني يعني باسم يعني النادي الاهلي ان احنا يعني لو في امكانيه ان زاد عدد الجماهير لو حتى 40 الف يعني اعتقد ان هي دي حاجه يعني احنا في مهمه وطنيه يعني اعتقد النادي الاهلي في مهمه وطنيه بيلعب باسم مصر كلها. اعتقد ان جماهير النادي الاهلي كمان زي ما الكابتن شريف تفضل والكابتن ياسر والكابتن اسامه جماهير النادي الاهلي يعني بتملى الاستادات حتى لو منتخب مصر اهلي ايا كانت المناسبه. اي جماهير النادي الاهلي جماهير ملتزمه جدا واعتقد ان هي على قدر المسؤوليه واعتقد ان الدرس كان كافي جدا لهذا الحد يعني. فاعتقد ان جماهير زيادتها في مصلحه الرياضه المصريه وفي مصلحه مصر كلها بتلعب في بطوله افريقيه كبيره ومباراه مهمه جدا زي مباراه الترجي هنروح يعني هناك هيبقى جماهير يعني ما بترحمش. فاعتقد ان احنا لازم ندي الفرصه لجماهيرنا على قدر المستطاع ان شاء الله يكون الامن يعني يلبي هذا الطلب للنادي الاهلي وجماهيره. يعني ارجع لك تاني كابتن شريف كنا بنتكلم على الديفندر على الديفندر الواحد والديفندر او اثنين ديفندر وهل الاهلي في حاجه لاثنين ديفندرات بنفس المقاومات الدفاعيه ولا ديفندر ثابت وديفندر متحرر؟ حضرتك شايف ايه؟ انا معاك في قصه ديفندر متحرر دي انما احنا ايام ما كان كابتن حسام ومانو جوزيه مع بعض كان ليهم اسلوب. كان في واحد اسمه عماد النحاس كان ماشي لامم الحكايه كلها من ورا ومانع اي خطورات او اي كور بتتعمل علينا بالعرض. يمكن اسامه كان واضح كان موجود في الفتره فكان في شكل. يبقى احنا بنتكلم عن نوعيه اللاعب الموجود في هذا المكان. رامي ربيع انا كنا بنامل قبل الاصابه بتاعته ما تحصل انه يكون سبورتنج قوي مع حجازي في المنطقه دي ويبقوا هما الاثنين كوبل كويس قوي يقدروا يمشوا المنطقه واحد فيهم بيطلع واحد فيهم بينزل واحد فيهم بيستمر في انما اللي موجودين هنلاقي احمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعه دول منتخب مصر بالظبط. جاي النهارده انت بتتكلم على صابر الرحيل ومحمد نجيب ومحمد هاني وايمن اشرف خدت بالك في الديفنس تاني موجود بتجيبه بحسين السيد من الناحيه الثانيه. فانا النادي الاهلي عنده كم من الديفندر ان هو يلعب باي اسلوب وباي طريقه اللي كابتن حسام يراها على حسب المنافس اللي انت هتروح تلعبه. فانت تقدر تحرر الديفندر بتاعك او تقدر تعمل ديفندر ليبرو لوحده يقدر يلم كل زي في ماتش مثلا زي الترجي هناك. فهو دي نوعيه اللعيب اللي عندك هي اللي بتكرر لك الطريقه اللي هتقدر تلعب بيها. تمام يعني النهارده كابتن اسامه الماتش زي ما احنا اتفقنا يعني الخصم مش قوي قوي لكن الاهلي بيحاول يقول لكل اللعيبه احنا موجودين. زي ما كابتن شريف تفضل وقال اللعيبه بتاكل في نفسها. كابتن ياسر برضه قال نفس الكلام اللعيبه عايزه. ميدو جابر بيقول انا لازم يبقى ليا مكان. باكا الوافد الجديد حاجه مبشره جدا. حمودي يعني معظم اللعيبه عماد متعب هو تعبان جدا بيعمل اسيست زي اسيست بطول العربيه بالظبط يعني حاجه اللعيبه عايزه اللعيبه عطشانه ويعني شايف ان ده في مصلحه الاهلي اكيد. كابتن حسام بدر هيتعامل مع القصه دي جاهزيه اللعيبه دي ازاي؟ بقى دي بتبقى سلاح ذو حدين بالنسبه للمدرب. المدرب بيبقى سعيد جدا كل ما العدد الجاهزين يبقوا كتير لانك بتدي لك اطمئنان. ولكن احيانا لو انت ما عرفتش تسيطر تربك شويه. ليه تربك؟ لان ممكن جدا انت بتبدا بشكل معين ولعيب مثلا مش موفق فتره قليله وكلنا عارفين الكلام ده وعشناه. بعد مستوى معين سيء شويه تلاقيه بعد كده افضل واحد في اللقاء او ادى النهارده بشكل وحش جه المباراه اللي بعديها يبقى احسن واحد في اللقاء. فاحيانا لو 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 انت يعني استعجلت في التغيير كل ما واحد يبقى مش في حاله جيده تبقى مشكله بالنسبه لك لانك هتفضل كل شويه مش هتثبت على حاجه. حلو فدي طبعا دي ساعات كلنا بنمر بيها واحنا كنا لعيبه او لما بنروح في فرقه يبقى عندك كتير. البدلاء او قريبين كلهم فانت مش مشكله عندك بقى لو ده رايح شويه لا انا انزل واحد تاني. ايوه ففي وقت لازم تصبر حتى لو لعيب مش ماشيه معاه او مش في حالته او النهارده مش في حالته ممكن الماتش الجاي يبقى افضل واحد في الملعب. بالظبط فهي دي. لكن حاجه حلوه بالذات الانديه كمان اللي بتلعب في اكتر من بطوله ان عدد الجاهزين يبقوا كتير كده
والمنافسه تبقى كتير. هو بقى المنافسه تبقى قويه. هو يمكن بعض الاماكن اللي فيها تخمه شويه زياده. يعني هي دي اللي هتبقى فيها يعني الباك ليفت ده تبقى فيها حوالي اربعه. يعني عندك اللي تحت الفراوده او كتار نص الملعب تحت الفراوده بالذات بقى كتير قوي اللي هم الاطراف واللي هو تحت الفرود. فممكن دي تعمل بعض الاحيان بعض المشاكل. واسماء كبيره ولاعيبه تقال. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني ما حسيناش باحمد عادل عبد المنعم ولا حسينا بالشمال. انت برضه الفرقه برضه خصم ضعيف برضه. انا مش هجيب فرقه برضه، انا جايب الفرقه عشان بس ايه عشان بس نقول اساميهم يا كابتن ياسر. احنا ما قلناش اسامي احمد الشناوي ولا عادل عبد المنعم. خلي بالك انت برضه انت النادي الاهلي، فبرضه مش تقليلا في فرقه الجونه، لا فرقه الجونه فرقه محترمه كل حاجه. النادي الاهلي وبتلعب بال مش عارف تقول بدل احتياطي. الماتش طلع الجيش انا ما حسيتش بشيء في كرامي. ما فيش غير الكره اللي عملها هو بنفسه دي. خدت بالك؟ على فكره انا قلت لك قبل كده وما زلت بقرر ما فيش لعيب في النادي الاهلي ان يقول عليه بديل. البديل ده ممكن يبقى بديل بستفاد منه برضه شوط ثاني ليه وقته معانا هنزله فيه. وفي لعيبه ياما كنا بتبقى موجوده على دكه الاعتياطي عشان لها دور زيه زي الاساسي. عشان كده بيبقى الماتش 90 دقيقه. هو معنى ان انت تبتدي يبقى انت لعيب اساسي؟ لا مش شرط على فكره. انت ممكن تبقى لعيب قاعد عند بره ممكن تغير نتيجه الماتشات. وحصلت مع لعيبه كتير قوي في الاجيال اللي فاتت واللي موجود حاليا. فمش مش 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 نقطه مش ده الاساس يعني. لكن في مجمل المباراه لا، مباراه بالنسبه لنا لعيبه النادي الاهلي انا مباراه اللعيبه استفادت منها برضو. لعيبه فيها لازم كل مباراه بتلعب بقى فيها تجانس. التجانس ده كل مدى اللعيب بيعرف فكر زميله، خاصه برضو في لعيبه برضو مهما كان في جزء منهم لعيبه جديده برضو يعني برضو مش لسه ما تاقلموش مع بعض. كل ما بيلعبوا معاهم في التدريبات وفي الماتشات الوديه بتفرق معاهم قوي. فده حاجات. بس النهارده بامانه الملاحظه اللي انا شايفها كويسه قوي قوي اللي هو زي ما كابتن اسامه والكابتن شيرو اتكلموا فيها، سرعات باكا سرعات كويسه يعني لعيب سريع. انا بحس بيها يعني. لا يعني هدف رجعونا إيه؟ هدف الهدف الخامس كده لو سمحت يا جماعه عشان نشوف السرعه. في واحده اللي انت عايزه بيبقى مش هدف اللي ضربوه فيها فاول دي على 18 دي بيخترق من وسط اربعه. السرعه عنده اللي هي الاربع خطوات اللي هو الاول. بص السرعه في دي بص انا خدت بالهم. بص فهد بيجري ما شاء الله. الاربع خطوات الاولين اللي بياخدهم دولت دي فيها يعني. انا ممكن كنت انا وانا بجري الاربع خطوات ابقى ابطا فيهم بس بعد كده ابقى سريع. لا ده العكس يعني. ده في الاربع خطوات خالص الستارت بتاعه سريع ما شاء الله ممتاز. فده هتبقى حاجه قويه مع النادي الاهلي. حته بقى ميدو بقى العدد اللي هو الكم اللي موجود برضه كابتن اسامه اتكلم عليها. العدد الكبير ده ممكن يعمل مشكله. بس النادي الاهلي لو لعبت النادي الاهلي وثقافه لعبت النادي الاهلي غير اللعيبه الثانيه. ليه بقى؟ ده الهدف اللي قدامك كابتن ياسر برضه بيعيده لنا اهو علشان بص الخطوات اللي بقول لك عليها. بص في بقى فين؟ عدى اللعبة كلها. فاعتقد لعيبه النادي الاهلي عارفين اللي بيبقى فيه منافسه بينهم وبين بعض دي كلها بتبقى في صالح الجهاز الفني. واكيد كابتن اسامه يعلم بكده. كل ما اللعيبه عندها فيها جاهزيه اكتر كل ما كل ده بتبقى حاجه كويسه. لكن في الاول وفي الاخر انا بستفاد منهم انا كمدير فني في اللعيبه دي كلها. لما بقى عندي العدد الكبير ده في الجاهزيه بتاعته لا بيبقى الوضع مختلف ليا. وخاصه انا فرقه منافسه فرقه بيلعب على بطوله. فالعدد كل ما يبقى عندي كتير كل ما انا بستفاد منه. اكيد اكيد. انا كابتن شريف كان ايه اللي ينقص النادي الاهلي امبارح من اللعيبه دي؟ احنا متفقين بقى انت هتوقعنا في فخ. احنا متفقين ان كلهم زي بعض. انا لازم لا هو مش زي بعض. هو الراجل اللي اسمه باكا ده باكا ده لو جاي من ورا كده زي الفهد كده كان خد يعني كان خد تحضيرات كتير قوي من اللعيبه اللي هي عندها. كنا بنيجي لغايه النقطه دي شايف اللعبه اللي اتلعبت دي. كنا بنيجي امبارح لغايه المنطقه دي وتحس ان اللعيبه كلها بالديفنس. نرجع بيها تاني الكره دي الكره دي نرجع بيها تاني اجيبه لو سمحت. كلهم داخلين على بعض مش فاتحين لحد. بص وراح عمل اختراق عشان ياخدها تاني. لا وبيديها لمتعب وبص خد 30 يارده في اقل من في ثانيه يعني. وعايز اقول لك على حاجه ان انا ابقى من زاويه زي دي ضيقه انت عارف كنت رافع قد ايه السرعات اللي بقول لك عليها وبيشوف الزاويه ويحطها في بطن رجله قويه وبيجيبها جول برضو يعني مع سبرنت زي ده مع دوسه مع تحضيره. بص الدوسه بص خليته فين وبطن رجله بيحط الكره في الزاويه الثانيه ما شاء الله يعني. وبعدين الحقيقه اللي جابه نشكره عليه يعني راح يحط جول يعني راح يحط جول يعني عين ثاقبه ولد صغير واعد جدا و بص بيجري بالكره ازاي. ميدو انت بتتكلم في طول مباراه امس مباراه امبارح اصلا بقالنا كتير الحقيقه لم نوفق في لعيب زي ده. الحكم خلي بالك ما خلاش مركزين في المباراه اصلا من كتر ما انت تركيزك كان امبارح مع الحكم خلاها اصلا الماتش اصلا ما كانش فيه ماتش فيه كوره يعني. نوعيه لعيب زي ده ياسر
ما بيفرقش معاه المنافس لا خالص، يعني يلعب ضد الترجي زي الجونه زي دي طريق، ده اسلوب لعبه خلاص. خلاص احنا خدنا فكره بالزبط. ان اللعيب ده بيلعب ازاي، ده مش شايف حد قدامه بالزبط. ده مش قله او ضعف مستوى الناس اللي قدامه، ده هيعمل كده في الترجي، هيعمل كده في الزمالك، هيعمل كده في الاسماعيلي ان شاء الله، هيعمل كده في اي فريق مش شايف حد، شايف نفسه، شايف امكانياته. وكمان ايه بقى النهارده في عمرو بركات في حالته، حالته ما شاء الله يعني، راجل شايف في الملعب ولعيب عالي قوي. صالح جمعه اللي لعبك ميدو جابر ده ما احنا قلنا متعب لولا ما اعرفش كان ممكن يبقى قد كده مرتين ثلاثه كمان، متعب لولا كان تلعب معه اللي كان عنده ده. فبص وجاي وكل اللعيبه سبورتنج في الملعب بالزبط. كل اللعيبه دايسه في ال 18، كل اللعيبه عندها رغبه في الوجود. فمكسب كبير قوي النهارده لكابتن حسام، وعايز ارد عليك على كابتن حسام وده بتقول اسامه لما اللعيبه بتكتر كده بيحصل ايه؟ اللعيبه نفسها بتبقى مقتنعه ان هم قاعدين بره. طبعا. ليه؟ لانه طبعا. عنده ثقه في نفسه لما هينزل شايف الملعب بره هيبقى نجم وان اخواته اللي جوه هينجموه اكتر بالنتيجه، اتأزمت بينزل هو ينجم، بيبقى ليه وجود، فدي فيها مميزات كبيره قوي للاعب بره وللي بيلعب جوه. اللي بيلعب جوه هو اللي عليه الضغط يا سام، هو اللي عليه النتيجه الاولانيه اللي لازم يعملها. خلينا الجول تاني لو سمحت، اللي قاعدين بره الكبار دول بينزلوا على حرير يعملوا نفسهم المساحه. انا عايز بس يعني سؤال لينا يا كابتن اسامه، ليه عماد متعب اختار باكا وما اختارش كان مين اللي هناك؟ ماشي كان مين يعني، ليه ما حطهاش اللي في وشه؟ ليه حطها الباكا؟ لا عشان عماد بتثبت دي اصلا، لان ممكن التاني خاف يكون اوف سايد التاني ولا حاجه. لا مش كان خاف انه اللي جنبه لو عملها له يبقى اصلا اكرم توفيق كان اكرم يعني برضو لازم تتصل بعماد، الاختيار نفسه يا كابتن برضو طبعا يعني وعملها. بص انا حسيت ان هو حاسس انه ممكن يكون اوف سايد، فده كمان فيها جماليه، فيها جماليه كبيره قوي، فيها جماليه ممكن. لا وممكن تكون رؤيه بالنسبه لعماد، عارف اللي ده ممكن رايح للجول. عماد عاجبه انطلاق الولد وعاجبه الوان تو جول هدف، هي الجمله عامله نفسها. وبعدين ممكن عماد عاجبه الشكل كمان يعني. ممكن يكون صح، هو الاحساس وهو جاي له بسرعته كده انه عامل معاه الوان تو، هو عايز يكمل. بص الاسهل لو حد تاني، انا قصدي دي رؤيه عماد كمان بصراحه. بالظبط، ده عماد بصراحه شايفها حلو، عاملها كان حاطها اللي في وشه. عاملها يعني حلوه قوي، فيها خبرات وفيها شخصيه طبعا وفيها خبرات. عماد حب الحركه، حب سرعه الولد، حب ان الولد شافه من الاول ولعب معاه. لا جميل، فرد له الجميل. جميله واختيار عماد يعني كويس بالزبط. ان احنا عشان كده عماد لعيب فوتبولر عالي يعني دي. ومش اول مره زي ما انت قلت، تاني مره عملها في البطوله العربيه لعمرو بركات في الماتش. وعمرو بركات كمان في اسيست الجون الخامس، بص بيمشي بالكوره ازاي. لا هو ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله. ده احنا كمان بنصور بكاميرات عاديه. عاجبني فيه ده لو كاميرات ان هو حتى قبل الجونين دولت في كورتين ثلاثه ما وفقوش معاه، لكن كان برضه رايح على الجون يعني. هو مقرر ان يروح عايز يجيب جون. احنا محظوظين ما شاء الله في اللعيب ده، بس ان شاء الله وده هيطلع من عندنا على حته كبيره قوي بره في العالم يعني. انا بقول لكم بصراحه يعني اكيد دي هيروح في حته ثانيه وحته عاليه قوي يعني. كمان الهدف ده كمان يعني كمان انا بتكلم على الاسيستات يا كابتن، برضه الاسيست سهل وعمله يعني سنه تجيب جون. ده عامله هو في البرومو اسامه اللي جابه لنا نتفرج عليه لما بعته جابوه، عامل بياخد السبرنت ده وبتتلعب له من ورا الديفنس. أيوة. وبيشوف الجول عملها مرتين ثلاثه بره مصر. بالظبط مش اول مره يعملها. بالظبط في الفيديو اللي بعتوه. الفيديو اللي بعتوه انا شايفه عامل واحده برضه بالنسبه للاسيست. انت قلت على الكره دي طبعا مع عماد، والكره الاسيست عمرو بركات الثاني عمرو، وقبليه ميدو استناه وحطها له قبل ما يخش في الاوفسايد. بالظبط، وبعد كده عمرو بركات طبعا محدد ومقرر انه باكا جاي عملها له بالارض. الفرود الكويس يا كباتن او اللي هو عنده الحاسه التهديفيه بيجبرك انت تحط له عشان يجيب. طبعا يعني بيسهل لك حاجات كتير قوي يعني. هو لو كان عنده تباطؤ شويه بيسيطر كمان، لو تباطؤ شويه بيسيطر فيها كمان. بالظبط يعني انا لو عندي تباطؤ حقيقه كتير ما اشوفش لعيب. بص الاربع خطوات اللي خدهم، بص بقى فين، بص خلاص. احنا لو قلنا بقى ان هو مش في الصوره او هو سرعات عاديه كان هيصعب الدنيا على عمرو بركات. لا ما كناش هنتكلم عليه بالشكل ده. كان عمرو بركات قطم الكوره بقى واستنى واحد جاي من ورا. انت بتتكلم على واحد بيعرف يجيب جون وفي نفس الوقت سريع، وفي نفس الوقت هينقل من الهجمه من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه. دي على فكره كلها ده شغلته جاي النهارده عشان الحكايه دي. بالظبط بينزل الملعب شغلته القصه دي. احنا كمان عارفين
عشان نبقى منصفين يا كابتن اسامه، عشان نبقى منصفين برضو، وليد ازارو عنده سرعات قريبه شويه وقام. لكن الفينش بتاعه مصربعه شويه وعايز يقول انا موجود، انا خلي بالك المحترف بيبقى غصب عنه برضو بالظبط، بتبقى عليه ضغوط اكتر وعارف اللي النادي الاهلي النادي بتاعه. المشكله على بعيد دلوقتي وليد ازارو مين اللي هو لا اصل ده مين اللي هيكمل مع ده؟ لا اسلوب ده ممكن يستفيدوا منه يا ياسر كتير قوي، ده لازم هما الاثنين، بس هو مش ممكن يستفيدوا من لعيب زي ده، يفتح لهم مساحات رهيبه طبعا، لان هو جايب الطاقه كله هيروح عاملها لهم هما، وهما ممكن يجيبوا جول يحطوا له تاني زي متعب ما عمل. يعني انا شايف يعني سؤال برضو سؤال برضو ممكن يعني نقترحه او ممكن نفكر فيه، هل اللعيبه دي ممكن تجبر كابتن حسام بدري يلعب ب 4-3-3؟ هو بيموت في الطريقه دي 4-3-3، هو بيحب الطريقه دي. عندك دلوقتي ازار وعلى فكره لا اعتقد ان كابتن حسام ما بيغيرش سبب الا من حتى وهو واخد بطوله دوري واخد بطوله كاس، هو بيلعب ب 4-2-3-1. ايه المانع منها؟ على فكره الجزء اللي الثلاثه دوت انا عندي منهم في لعيبه كتير، عندي في وليد سليمان، في مؤمن زكريا، في عندي اجاي بيلعب فيها، في عندي في لعيبه كتير انا يعني لو لعبت في عندي ميدو، في عندي احمد حمودي، في عندي عمرو بركات، هيلعب في مكان من اماكن، هو بيميل ناحيه اليمين عموما يعني من اسلوب لعبه حد ناحيه اليمين، يعني هو اعتقد ناحيه الشمال بالنسبه له صعبه شويه. ليه؟ هو بيميل ناحيه اليمين بيبان، ما احنا لعبت الاطراف بالذات بناخد الاحساس بتاعها. يعني هو لو بيلعب شمال ويمين اقول لك ماشي، لكن هو في الحته دي اللي هو الهاف اللي متقدم فيها هينجح، واحنا محتاجين بطريقه الكابتن حسين بدل اللي هي فيرويد وتعديل ثلاثه، اعتقد هيبقى له وجود طبعا. كابتن اسامه، ما هو الطريقه مش المشكله، هي توليفه اللعيبه، يعني 4-2-3-1 مظبوط، كمان بواحد زي ده هتبقى مميزه جدا. لا الطريقه مشكله، لا هقول لك بس اتفضل. اولا انك انت مثلا 4-4-2 في الاثنين في العمق مع اللعيبه بتاعتنا دي صعبه شويه، اولا انت لسه ما ملكتش الفرويد اللي هو يلعب قدام على طول عشان يبقوا اثنين، فدي ملغيه تمام من يعني او تمام. او ابعد ماشي، لكن 4-2-3-1 او 4-3-3 وبالذات 4-2-3-1 في وجود واحد زي ده، اولا هو واضح ان هو مش بيلعب فرويد 9، هو زي ما ياسر قال دلوقتي هو راجل بيجي من تحت تمام، ومش متشاف وجاي بسرعه مخترق وهيسبق الناس وهو جاي من تحت ويجيب، لكن لو لعب في العمق كده سهل يتكتف يعني معاك. اللعيب زي ايفونا، هو ايفونا بس على لعيب كوره قوي جميل، يعني ايفونا برده لما كان بيلعب وظهره للخصم بقى متكتف، اديله سرعات واديله مساحات هتلاقي ايفونا حاجه ثانيه خالص. فواحد زي ده بالذات في طريقه 4-2-3-1 هيبقى مفيد جدا، حتى في 4-3-3 طبعا لانه هيلعب على طرف من الاطراف، لكن حتى لو الكابتن حسام مشي ب 4-2-3-1 مفيده جدا، يعني واحد زي ده دلوقتي يبقى موجود، وواحد زي اجايه بيلعب من تحت يبقى موجود، وكمان عبد الله سعيد يلعبهم وكده، وصالح جمعه صحيح موجود ده، وعبد الله السعيد انا مش هقدر العب بسوليه وحسام عاشور بالظبط، ما ده اللي بتكلم فيه، ما اقدرش العب بسوليه وحسام عاشور لازم تضحي لعيبه زي دي، لازم تضحي زي عبد الله السعيد ولعيب زي ده وصالح جمعه. المشكله ما انت مش بتضحي، انت بتلعب ب 4-2-3-1 لما ربنا بيديني رزق زي ده يبقى انا باخر نفسي في حته تامين. طب عبد الله وصالح موجودين يعني، ما حتى طب ممكن يا كابتن نشوف الكوره دي يا كابتن شريف، يعني نشوف الكوره دي هي نفس الكوره بالظبط، يعني نفس الكوره وبرده ازارو طلب الكوره، لا وسعوا لنا الزاويه شويه، وسعوا لنا الزاويه شويه، قوه الكوره مع التايمنج بدخول ازارو هنا اهو ما كانش اهو ازارو طلب الكوره برده، ازارو برده قطع جامد دي عايزه هو رد فعله بدماغه في الكوره جامده قوي، ما هو بالعرض جامد، لا كان دي اسهل خالص مش مقارنه، الثانيه قويه على الراس والليفل بتاع كان حسين السيد عنده حلول ثانيه غير ان هو يلعب الكوره عليه كمان، انا ملعيب على الارض كان هيحصل ايه، كانت اللعيبه طلع برده مش في فرق برده، لا انا بتكلم على الكوره راحت له خلاص يا كابتن ياسر، لا خلي بالك خلاص اهي، خلي بالك اولا على الارض كان حطها جول بطاطن رجله عادي، بتكلم بص اولا ده ماتش رسمي، ثانيا في ضغط ان الاهلي متعادل وعايز يكسب الماتش بتاع اللي هو اللي كنا شايفينه دلوقتي ده ماتش ودي والاهلي كسبان عدد كبير من الاجوان وفي اريحيه وفي ديفنس بتضرب بسهوله، لكن هو دلوقتي محطوط تحت ضغط، صحيح ان كان ممكن جدا حسين يعملها له على الارض، بس هي برضو كده تيجي جون، هو جون. عدم يعني في تايمنج ايوه استعجال شويه من وليد ازارو داخل بعصبيه شويه ومستعجل،
ف هو زعلان طبعا، عايز يجيب جون يا جماعه. فهو هو طبعا دي الوضع يعني مختلفين شويه، هو شبه بعض لكن فيها اختلاف. الثاني الماتش بتاع النهارده فيه راحه، وبعدين الكره ملعوبه على الارض سهله جدا في المواجهه على طول. تقول للعيبه يا كابتن اسامه، يعني تقول للعيب نفسه يعني احرر نفسي ان انا بلعب في ماتش ودي، وحرر نفسي ان انا بلعب في ماتش رسمي، حرر نفسي ان انا مغلوب. يعني انا تقول انا تقول ما هو طبعا ما هو طبعا يعني ما هو اصل انت ما هو تقول للعيب طبعا يفرق من 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 واحد لواحد، ويفرق من وقت لوقت، وامكانيات اللعيب بتفرق. ولكن انا اقصد ان في ظروف بتخلي الامور متسهله عليك انك تعمل كده. أكيد. يعني لو جه بدري شويه الثاني كان جوه قوي. ايوه يعني حسين كان دخل جوه شويه. أيوة. خط الست يعني جوه، دي بره دي بره شويه. أيوة. يقدر يعملها بالعرض. أيوة. هي دي بدري شويه. الثانيه كانت دخل جوه في العمق اكتر. لا حسين كمان كان بينشنها على دماغه. كان حسين لعبها اللي يقدر عليه في اللحظه دي. بس كابتن حسين ليه دور في المكان ده اللي المفروض، وانت لعبت في المكان ده وعارف، هو المفروض حسين يحطه على الارض. بص لازم يحطه على الارض. هو لو حطه على الارض هتفرق قوي. ما ياخدهاش الجول. هو برضه لا ما ياخدها. لا ما يلحق. بص عليها تاني اهو. بص هو شوف الالوي ده صعب قوي. ولا هي بالهيد ولا هي على الرجل. ايوه خلي بالك يعني حسين اداها له مطرح ما هو كان واقف. شوف مش مطرح هو جاي. هنا عمرو بركات اداها له مطرح ما هو رايح. مش مطرح ما هو كان. بس برضه في حاجه فيها يعني يعني ديت خلي بالك. بص وليد ازارو عمل ايه؟ وليد ازارو نفسه هو اللي بيشاور عايزها على دماغه. عايزها على القريبه. عايزها كده يعني يا ريت يجيبوا اللقطه. لا معلش بص هقول لك. بس هو عايزها كده. بص خد بالك بس لما بص وليد ازارو هيعمل ايه؟ عارف وليد ازارو لو استنى لتحت كان ممكن يعملها له على الارض. زي يعني كان ممكن يعملها له على الارض دلوقتي. ما هي كان ممكن يعملها له على الارض. بيطلب الكوره ازاي يا كابتن ياسر؟ هو عايز يقطع هناك او عايز يقطع من ورا. لكن كان ممكن يعملها له دلوقتي لو وليد ازارو وقف. لا وليد ازارو عايز يتحرك على قدام. ماشي يعني بص. هو وليد برضه مديله قرار انه عايز يتحرك على قدام. ما هو عايز يتحرك. بس انت شايف ما هي مش محطوطه ولا على مستوى الهيد وانا على مستوى الرجل. خلي بالك برضه لازم برضه نظر ازاره فيها. هو ده نعمل لها صراحه برضه. يعني غير شفت بتاعت عمرو بركات حطها عارف دي عايزه ايه؟ في شكل انت عامله. هو ما كانش عارف حسين هيداله ارض ولا عاليه، فعشان كده خد الهاف دايفنج ده ما ريحهوش. هو بيحطها ده واضح انه هيداله على الارض فجايب بطن رجله. طبعا دي اسهل. دي اسهل بكتير قوي. بس انا عايز اقول لكم على حاجه. انتوا كنتوا بتكلموني دلوقتي في وجود لعيب زي ده في ظل الفريق اللي انتوا لعبتوا بيه امبارح. انا كنت هرجع للفريق تاني. اتفضل جد. كنت هرجع الاربعه اللي ورا مع اثنين عمرو سوليه وحشام واحمد الشيخ وعبد الله سعيد ووليد سليمان ووليد ازهر. النهارده في ظل وجود بقى الناس الجاهزين دول كلهم. انت هتفضل هتلعب عندنا عبد الله سعيد، عندنا صالح جمعه، عندنا هتلعب وجود لعيب زي ده هتحطه مكان مين؟ مع احمد الشيخ؟ هتحط مكان احمد او خلينا واحده واحده كده. اي واحد بنفكر مع بعض. ايا كان مين اللي احنا بنفكر مع بعض. هو احنا عندنا عبد الله سعيد ووليد سليمان وازارو واحمد الشيخ. لا هو ما بيلعبش تحت الفرود. تحت الفرود هو بيلعب طرف يمين. هو الشيخ يعني اللي مكان مين الشيخ. ممكن انت بتتكلم في مش مكان حد. هي منافسه برضه. لا مش قصدي هيلعب يعني مكان مين. لا لو بيلعب قصده جزء الملعب. الجزء الحته اللي هيلعب فيها. هيلعب في الجزء اللي هو لوليد سليمان لمؤمن زكريا. لا طرف. ما انا بقول لك. ما انا بدي له تحديدا. كان امبارح انت كنت سالتوني دلوقتي مين في ماتش كان احمد الشيخ امبارح. كان دول اللي ينفعوا. كان احمد الشيخ. هو كان احمد الشيخ. هنقول احمد الشيخ. ماشي هنقول نعمل يعني ده كابتن شريف يلعب اللي هو باكا يلعب برده ناحيه الشمال. ممكن تستغله ناحيه الشمال ده يلعب بحيث ان هو برده عدلته ده عدلته جاي. لا عدلته يمين. بص عدلته يمين خالص. هو جاي من بره على عدلته اليمين. كل الفيديوهات بتاعته جاي من الهاف رايت وجاي من السنتر فيرود. بص هيأدي مش هيأدي هيأدي. بس اللي انت تاخد منه أو. نفس اللي هتاخده من ناحيه اليمين. لا ما اعتقدش. غريبه دي. ليه بقى؟ لا مش غريبه. احسن اقول لك احسنها جربناها. يعني انا كنت العب ناحيه اليمين وهديها عادي جدا وكويس. لكن مش هبقى زي عدلتي. لازم شمالك تبقى زي يمينك. يعني بس هتيجي تقول له بتحب انا عدلتي يقول لك شمال. بص فهو الولد خلاص. بص خلاص هو حافظ الجزئيه بتاعته دي على فكره. انا قصدي يا كابتن اسامه انت حضرتك عارف بتكلم في ايه. انا قصدي ان هو لما يلعب ناحيه الشمال يبقى كل الملعب بتاعه. ممكن غير لما تخنقه في حته. بس هو بيجيد الحته دي. هي بص انا معاك. خلي بالك هي خلي بالك. بص مختلفه من واحد لواحد. في ناس في لعيبه زي ما ياسر بيقول يلعب في المكانين بس هو مرتاح قوي في مكان معين. عدلته. وفي واحد يلعب في المكانين وهيأدي بيهم نفس الشيء. فلازم نشوفه. انا ما اعرفش يعني هل طبعا في التدريبات او في الماتشات الوديه او حتى في الرسميه ممكن يلعب ناحيه الشمال وهيبان هو هينجح فيها ولا لا. او الولد ده عامل لنا حاله اللي هي ضرب اكتر من خط. ها ياسر؟ صح بيضرب خطوط. ماشيوا بالكوره. انا بقول لك حتى من غير كوره. بالظبط بالكوره ومن غير كوره بيضرب خطوط كامله.
يعني كورته حلوه. لكن النوعيه دي مش موجوده في اللعيبه اللي موجوده عندنا، يعني كلهم لعيبه كوره، لكن السرعات دي اللي هي الاختراقات بالسرعه دي مش موجوده. يعني يا كابتن اسامه نسبيا ممكن تلاقيه في وليد سليمان شويه. اه طبعا، يعني طبعًا وليد عنده دي برضو عنده، يعني وليد عنده دي نسبيا، لا نسبيا عاليه قوي. وباكا ده في حته ثانيه بصراحه، يعني خلينا نكون منصفين. باكا ده بقى عايز يتحط في باكا كده، لعيبه باكا جنبه الست عليهم يكسبهم كل ماتش. اه هو يعني بقى عندك اختيارات كتيره جدا. بالظبط كده. ازاي بقى الكابتن حسام بدري يستفيد بهذا الكم الهائل من اللعيبه، بحيث ان انت بقى ما تقوليش بقى اصل انا قاعد اوراق رابحه بره، انا عايز عندي ماتشات لازم انزل مخلص عليها. ما يعني بنشوف برشلونه، بنشوف الريال، بنشوف بنشوف بنشوف، ما بيقولش قاعد اوراق رابحه بره، يعني ما مش هقعد مثلا ميسي بره، مش هقعد كريستيانو بره. فانا عندي، انا عندي صلاح جمعه، عندي عبد الله السعيد، عندي باكا، عندي ازارو، عندي اجاي، عندي ديفندرات ما شاء الله كتير جدا. عندي بدل باك رايت ثلاثه، عندي بدل باك ليفت ثلاثه، عندي بدل مساكين. العدد قليل جدا. ازاي استفيد ويعني استفيد باكتر عدد من اللعيبه دي يا كابتن اسامه، واي طريقه تلاقي من النادي الاهلي في العدد ده؟ ما هو انا قلت لك 4 2 3 1 تلاقي من النادي الاهلي. قول لي تشكيله 4 3 3 تلاقي من النادي الاهلي. طب قول لي تشكيله في 4 2 3 1. اصل هي محيره حسب جاهزيته قدامك يا اسامه. حسب جاهزيته. لا احنا دلوقتي ما شاء الله دلوقتي يا كابتن اسامه اول واحد احمد ياسر ريان. ياسر لا احمد هيبقى ان شاء الله ربنا يكرمه ما شاء الله. كابتن اسامه عندك لعيبه ده هما الاثنين بيلعبوا زي بعض. انا يعني ده من الشمال وده من اليمين. بالظبط. تعرف لو احمد ياسر ريان ده هنا في الشمال وباكا ده في اليمين، ده الاثنين عندهم الاختراقات. هو بص حسب الجاهزيه. فانا انت بتتكلم اولا الخط الخلفي خلاص واضح يعني. طب انت برضو دلوقتي هتلعب بديفندرين في ظل هذا العدد الهائل او التخمه اللي تحت الفرود والفرود. مفيش مشكله. خلي بالك الديفندر ده بياخد مكان واحد. خلي بالك وماله ما ياخد بالك. انت اصله مش 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 حاجه جديده عن العالم كله، او حتى انت في ماتشات تقيله هتحتاج كده. يعني انا مثلا اجي العب ماتش زي الترجي ده في تونس، صعب جدا العب ب باتنين ما عندهمش قدرات دفاعيه كويسه قدام المدافعين، خاصه زي ما الكابتن شريف قال لك انه ممكن جدا الناس اللي ورا احيانا ما بيبقوش يعني محتاجين ناس تقال قدامهم يقدروا يقفلوا عليهم المساحات ويقدروا يقاوموا. فانا شايف انه حسام عاشور وعمرو السوليه حتى الان بعد رحيل حسام غالي هما الانسب. لكن في ناس ممكن تلعب النهارده، كريم نيدفيد نجح في المكان دوت وشوتني كويس، في اكرم توفيق، وفي دلوقتي بقى موجود هشام كمان، وموجود في كذا واحد. لكن اساسا عمرو السوليه وحسام غالي. انا سؤال برضو هل الحته الدفاعيه بقدرات اللاعب الدفاعيه ولا بالكسره العدديه في منطقه الكوره؟ الاثنين. دلوقتي انا في حاله دفاعيه. يعني انا بشوف الفرق بره ما بشوفش لعيبه من الطراز الفظيع اللي هو زي زمان بقى ابراهيم حسن نيني بيلعب في ارسنال. يعني اهو بشوف الحاله الدفاعيه كابتن ياسر، هل بقدرات اللاعب الدفاعيه ولا بالكسره العدديه في منطقه الكوره؟ الاثنين حسب انهي الاحسن. اولا انهي الاحسن؟ لان دي هتفرق كتير جدا. خلي بالك، ما هو هقول لك هتفرق في حاجات كتير جدا. هتفرق ان انا لو انا بتكلم في قدرات دفاعيه، لا يبقى انا لازم احط اثنين عندهم قدرات دفاعيه. زي ما قالوا هما كل ماتش وليه. لا ما انا هقول لك، لو انا بتكلم يعني في كسره عدديه، لا انا احط واحد ديفندر جامد جدا واعمل كسره عدديه بقى في منطقه الكوره، ايا كان بقى اللعيب ما عندوش قدره دفاعيه، عنده نص شويه، عنده زياده شويه في القدره الهجوميه، لكن انا اعمل له كثافه عدديه في منطقه الكوره بحيث ان انا اجيب الكوره وخلاص. خلي بالك احنا وده اللي بيحصل في العالم. بص ربنا خلقنا او الجديد في الكوره. بص ربنا خلقنا بقدرات مختلفه. تمام. في ناس عندها القدرات الدفاعيه عاليه جدا. يعني انت لما كنت تتكلم مثلا على دونجا بتاع البرازيل، لعبه كلعب كوره هو دفاعي ممتع، هو شكله دفاعي، بس كان ما فيش حد بقى يعدي منه، قافل قدام الديفنس جامد جدا، ولذلك ما حدش كان بيقدر يستغنى عنه. تمام. يعني منتخب البرازيل اللي هو بيلعب بالشكل الجمالي قوي، هو ما كانش لعبه جميل ولا حاجه بس يعني تمام. لكنه هو قدراته الدفاعية شرس، وبيعرف يدافع وبيعرف يقف وبيعرف فالإمكانيات الشخصية أنت محتاجها، والحاجة اللي أنت التانية بتقولها
دي لازم تبقى موجودة، اللي هي ازاي نستخدم الفرقة بقى ان كلها تدافع ازاي، وتهاجم ازاي، مثلا مجموعات يدافعوا ازاي مع بعض، يرتدوا ازاي مع بعض، ده طبعا برضو لازم يبقى موجود. لكن اختيار اللعيبة أيوة. في اختيار اللعيبة، طيب هي دي. ما اختيار اللعيبة نفسهم في كل واحد عنده امكانياته ايه، دي مهمة جدا. ده اللي انا بتكلم فيه. لما تيجي نقلب الحكاية يا ياسر، نقلبها. هو ميدو، لا يا كابتن شريف، هو ميدو عايز يوصل لايه؟ الكم اللعيبه اللي عندي دي اللي هي المهارات واللي انا اقدر اعمل كل عليك. حاجه وما اقدرش استفاد منها. لكن هو إن أنا لازم يستخدمهم في فتره دفاعيه. أيوة. هو لازم يقرا برضو اللي انا كمدير فني او انا كمسؤول فني في الحته دي، انا عارف وهو نفسه يلعب الناس كلها، هو نفسه يكسب المباراه من اول خمس دقايق. لكن التشكيل المثالي اللي هو موجود، انا حتى انت كنت طالب تشكيل يبقى موجود، واعتقد اللي احنا نتفق عليه مش هنختلف الا في حاله اللعيبه ولا قدر الاصابات. يعني انت عندك رامي وسعد سمير مش مختلفين عليه خالص، وطبعا مش هتكلم في محمد نجيب، بس انا بتكلم الجاهزيه. تمام. عندك احمد فتحي ومعلول، تمام، برضه هتلاقي الاثنين دول مش مختلفين عليهم، ايا كان محمد هاني او باسم علي او الناحيه الثانيه صبر او حسين مش هتكلم منهم، بس انا بقول لك على الشكل اللي النادي الاهلي ممكن، واحنا برضه ولو احنا فاصله بالظبط بالظبط هتكلم على حسام عاشور والسلية. حسام عاشور عندك والسلاح بيبقى قدامه، ده اللي انت كنت بتكلم كابتن شريف فيه، الديفندر اللي هو اقدر استفاد منه، ديفندر متحرك هو اقف بقى، اقف لغايه هنا. ما انا اقول لك اهو، انا هكمل لك انت بقى، مش هقول حاجه عليك. لا لغايه هنا انا موافقك. ها ماشي، بس عندك اربعه بقى هنا عايزك تتكلم فيهم زي ما انت عايز مع ميدو اللي هي انت معاك اربعه، سيبك من الاسماء دي. ماشي. ميدو يقصد ايه؟ ان عنده كميه ناس دلوقتي حريفه بما فيهم احمد ياسر ريان، يقدروا يشكلوا لي شكل هجومي فظيع مع الاحتفاظ بالطريقه السامة اللي انت بتتكلم عليها. خلي بالك ده يعملوا لك كمان ايه؟ 3-1 هي نفس الطريقه اللي يشيلوا عليك عيب دفاعي. هو قصده على الاربعه دول يا ياسر، يشيلوا عليك عيب دفاعي كمان، يخففوا لعيب الدفاع عندك عليك. عبد الله السعيد برضو مش هنختار، يعني عبد الله لعيب متحرك. الله اعلم. لا ما انا بديك بقى صح. عندك انت دلوقتي بقى عندك مطلوب انك عندك تكسب. عندك اجاي من ناحيه الشمال مش فروت صريح، وعندك ازار. الناحيه اللي انت بتتكلم عليها بقى اللي هي بين بقى مين؟ باكا موجود، الوقت عندك مؤمن زكريا، عندك صالح والشيخ، صالح جمعه هتاخد من صالح جمعه، صالح جمعه مكان عبد الله. لا بتحط تحت الفروه. انا طب ليه ما شغلش الاثنين؟ هتحتاجهم، مفهوم ماتشات انت لعبتهم على فكره الاثنين مع يعني بعض. لا بص عندك اربعه يا اسطى، بصرف النظر عن دلوقتي احنا يعني خلينا نخرج بره دماغ كابتن حسام بدري. احنا بنتكلم دلوقتي بلغه اللي هو الشارع. انا ليه ما استغلش عندي صالح جمعه وعندي عبد الله السعيد؟ ليه ما استغلش الاثنين؟ ليه ما احاولش استغلهم؟ او انا ايه اللي اقدر اجيبه من الاثنين؟ او ممكن لاعب واحد وقعد واحد بس انت اللي الفايده الاكثر فين؟ هيبقى حساب مكان على مكان. يعني انت عايز تخلي صالح وعبد الله، هتفضي طرف من الاطراف، يبقى انت كده عايز تلعب بفرود صح يا كابتن اسامه برضه، ولا وانت هتلعب باثنين؟ ما صالح مش هيلعبوا على الاطراف، صالح وعبد الله مش هيلعبوا. طب ولو استخدمت ديفندر واحد، انا هقول لك برضه يعني لو استخدمت ديفندر واحد مثلا حسام عاشور وعبد الله السلية وعبد الله سعيد وصالح جمعه، اوكي هتبقى قدامهم ثلاثه. لو قلنا مثلا ازار، وقلنا مثلا باكا، وقلنا احمد، قلنا ايا كان مين الثلاثه، قلنا جونيور اجاي، وبعمل بقى كتر عددية في منطقه الكوره، اللي هو بنزل صالح جمعه، بنزل عبد الله السعيد، بنزل اجاييه، بنزل ازارو، بنزل ايا كان اللي بينزل. ده اللي بتكلم عليه، بس بتفرق بقى في اللعيب دلوقتي. بص خلي بالك الافكار دي كلها موجوده في الكوره، يعني ما تقدرش تقول حاجه غلط. ليه مش هقدر اقول حاجه غلط؟ والا ما كانش المدربين اختلفوا، والا ما كانش لعيبه الكوره اختلفوا. اكيد انا معاك، ممكن هتشتغل زي ما انت بتقول كده وتنجح بيها، وتقدر تظبط لعيبتك على كده، وممكن برضو زي ما انا بقول لك كده تلعب اللي هي الأربعة اتنين تلاتة واحد الطبيعية، وتستفاد من الاثنين في اوقات، في ماتشات تستفاد من الاثنين مع بعض، وفي ماتشات هتستفاد من واحد كده فيهم، وحسب حالتهم بقى تستفاد من واحد فيهم الاجهز، والتاني مثلا يكون احتياطي وينزل احيانا. فمش شرط انك انت تستفاد منهم كلهم مرة واحدة، لانك يعني المراكز بتاعت الفرقه محتاجه نوعيات معينه لكل مركز. حلو قوي. يعني زي ما ياسر بيقول كده، ما تيجي نتكلم يعني على تونس، على ماتش اللي جاي، هو مطلوب منه ايه؟ عشان باقى دلوقتي داخل لنا في وقت دوري، مش داخل لنا في وقت بطوله افريقيا. خلي باقى دلوقتي بره الموضوع، شغلت لنا هو اللي خلانا ايه. لا لا هو الراجل خدنا الموضوع، فهو بره دلوقتي الحكايه. خلينا احنا نركز في الاسلوب اللي حضرتك بتتكلم فيه المطلوب،
هنعمل ايه هنا في ماتش؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصله كابتن شريف. يعني ده هيبقى فكر الانسان. وفكر الدوري يا اسامه هيبقى فكر تاني خالص. يعني انا هلعب 3 4 3 في الدوري. لو على فكركم ده ممكن على اللعيبه دي بصراحه تطمعني ان انا العب 3 4 3 بصراحه. يعني كل ده هينجح. عندك امكانيات لعيبه تقدر تنفذ لك ما هو رايح جاي البدري يا كابتن واحلال وتبديل وجواكر في الملعب ماشي. ايه ومين يخش جوه ومين يطلع بره؟ البطوله العربيه اللي لعب 3 جون عمرو بركات في الاخر كان ماتش ايه يا جماعه؟ كان ماتش ثلاثة فيصلي؟ لا اللي قبل فيصلي كان قدام يعني ولا ثلاثة ورا؟ كان تونس برضه كان ثلاثة ورا لعب ثلاثة ورا ومسك الفرقة ما راحتش. لا طب ما انت انا ده في الدوري انما انا النهارده عندي الماتشات نصر اللي جاية دي نصر اللي هي بتاعة تونس. ايوه نصر اصل انا لما بحس هجومي كمان يا كابتن شريف انا بقلل ضغط الدفاع عليا. الكلام ده حضرتك بتتكلم عليه بتاع الدوري. ما هو جميل بالظبط بتتكلم في الدوري. احنا دلوقتي هنتكلم في الدوري. خلي بالك الملعب بيبقى الموضوع احنا مش عايزين نشتت على حسام دلوقتي اسلوب اللعب قدام. لا احنا مش بنشتت على كابتن احنا بنقول على الجمهور اللي انت بتتكلم عليه بتاع الشارع بيطلب اكبر قوه للنادي الاهلي بالزبط. اكبر ضغط اكبر استخدام للاعبين ما شاء الله الله اكبر اللي موجودين دلوقتي. الشكل اللي احنا شفناه ده شكل مرعب ما شاء الله شكل يبشر بالخير. انما عندنا مهمه اساسيه يوم 16 والماتش اللي بعد كده في تونس ده احنا الاهميه احسن. فده السؤال لينا احنا كلنا او للدنيا كلها بتسال هنلعب نفس الشكل اللي احنا بنلعب بيه الحقيقه مع توافر الامكانيات اللي زادت عندنا دي. ازاي استغلالهم بقى مع احمد الشيخ ومع عمرو بركات ومع الناس دي. طيب خلي بالك نطلع فاصل عشان نفك الحصار شويه. طيب. ونرجع نتكلم برضه في انسب تشكيل النادي الاهلي ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. يعني حاجه محيره احنا قاعدين الله يكون في عون الكابتن حسام البدري لكن احنا بنحاول نشاركه يعني فكريا شويه ازاي يلاقي احسن تشكيله ان شاء الله كابتن حسام البدري قدها وقدود. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كنا قبل الفاصل كان في اشتباك كده على تشكيل النادي الاهلي وطريقته يعني بنحاول نوصل لاحسن تشكيل. هنرجع تاني للاشتباك كابتن شريف. مفيش اشتباك ولا حاجه. احنا هنرجع للكباتن كانوا طبعا بيتكلموا على كابتن حسام بدري بيقولوا ان هو عنده اسلوب بيلعب بيه وكسب بيه دوري وكسب بيه كاس وماشي ما يعني في منظومه هايله مش قادر يشوشر على نفسه ويغير غير بجوده اللعيبه اللي موجوده وكل مباراه ليها ناسها وليها رجالها ومين الجاهزيه عنده ومين الموقوف ومين اللي مصاب ومين كده. فاحنا زي ما احنا التثبيت اللي انت مثبته احمد فتحي وسعيد سعد سمير ورامي ربيع وحسين السيد او معلول والشريف الكرامي وحسام عاشور والسولية بنتكلم بقى في الاربعه اللي الاربعه القدامين باسلوب اللعب بالمطلوب من كل فرقه. يعني ماتش ترجي باذن الله في مصر هنا هيبقى عنده لازم عاده من الاطراف ان هم يعملوا سبورتنج لكل اللعيبه اللي موجوده واحنا ندوس في 18 كتير قوي. من هم بقى الاربع لعيبه اللي احنا مطلوب مننا ان احنا نشوف ان هم هيترجموا لنا الاهداف والوجود في خط ال 18 والمساعده برضو لنص الملعب في حكايه الديفنس. انا هسيب ياسر واسامه يحلوا لنا المشكله. كابتن اسامه بتتكلم على ماتش الترجي تحديدا ولا الماتش الجاي؟ يعني بنتكلم على الماتش الجاي لا في ظل يعني في ظل ما شاء الله يعني تفوق كل اللعيبه على نفسها. لا انت بتتكلم على الماتش الجاي على الترجي. طيب ما هو الترجي فيه حاجات محلوله شويه لان في ناس مش مقيده افريقيا في ناس مصابه. انا ما اعرفش مؤمن الماتش خلاص رجع مؤمن زكريا رجع ما اعرفش برده دي الجاهزيه بتاعته هتبقى ايه لانه بعد الناس الكتيره اللي جاهزه دي ممكن مؤمن ما يلحقش يلعب مثلا لان الماتش خلاص بقى له 3 4 ايام ممكن يبقى موجود برده. فالامور فيها اشتباك لكن زي ما انا قلت لك في 9 لعيبه اعتقد هيبقوا موجودين. يعني عندك شريف اكرامي عندك دي انا اسف يا كابتن انا بقطعك دي طبعا عمليه استلام التذاكر المباراه الاهلي والترجي ويعني المهندس محمود طاهر يعني بنفسه بيتابع هذه العمليه ان شاء الله. يعني ان شاء الله تسمحوا لنا بعدد اكبر من الجماهير. حضراتكم شفتوا منظر الجماعه عامل ازاي وحضراتكم شايفين احنا بنتكلم عن الماتش ازاي. لسه الماتش لسه يعني يوم 16 لكن بنتكلم فيه من دلوقتي. ماتش مهم جدا لمصر كلها يعني بطوله غايبه عن مصر بقالها فتره. اعتقد ان انتوا لازم تساندونا جماهيريا في حدود المستطاع ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. في عندك
تسع لعيبه على الاقل شهور هيلعبوا. عندك شريف اكرامي، عندك فتحي، عندك رامي، عندك سعد سمير، عندك معلول. معلول انا ما اعرفش برده جاهزيته دلوقتي ايه. اكيد هيبقى جاهز. انا بقول هو كان عنده بس مشكله في ظفره وخلاص، يعني كابتن حسام امبارح قال كان ممكن يلعب بس احنا خوفنا عليه. لان حسين امبارح ابتدى يرجع يعني، فدي نقطه. لكن المعلول لو جاهز هيلعب. حسام عاشور والسوليه هيلعبوا انا متاكد. عبد الله السعيد هيلعب، اجايه هيلعب، أزارو. دول ما فهمش كلام. وازارو بحكم انه دلوقتي هو راس الحربه اللي موجود. لكن ممكن جدا في التوتر اللي حصل ومش عارف يجيب جول، ممكن انا قلت لك ممكن لو كان مؤمن جاهز قوي ووليد سليمان جاهز قوي واسلام محارب متأيد افريقيين دلوقتي وصالح جمعه، كان ممكن يبقى جاي هو اللي راس الحربه وازارو يبقى موجود على دكه البدلاء. لكن انا اتصور في بعض الاصابات والناس راجعه وبتاع، ممكن يلعب ازارو هو اللي قدام واجايه على الطرف الشمال قدام معلول، يبقى معلول واجايه هم اللي على الطرف الشمال. فدول شهور هيلعبوا يعني. بعد كده هيبقى الاختلاف هل وليد سليم ولا مش سليم. لو سليم مفيش في حاجه خلاص، يبقى هيبقى واحد من وليد سليمان ومؤمن هيبدا مع المجموعه دي، مع عبد الله سعيد، مع حسام عاشور، مع سليمان. هو ده 90 يعني بنسبه 95%، 99 كمان مش عارف. يعني مش عايز اقول. وصالح على دكه البدلاء. ما هو بص بقى، انا بتكلم في ايه؟ صالح في احسن حالاته. وصالح الشهرين ثلاثه اللي هو نهى بيهم النادي الاهلي الدوري وبطوله العربيه ودلوقتي مع المنتخب وكده ابتدى يفوق جدا. هي المشكله في ماتش الترجي كبدايه، هو يقلق يلاعب عبد الله وصالح مع بعض، يقلق. في الدوري انا مقتنع ان في ماتشات كتير جدا ممكن يبتدوا مع بعض، تمام، قوه الفرق يعني عادي انك انت ممكن تكسبها وبتاع. بس في ماتش زي الترجي هيبقى في حيره شويه في الموضوع ده. وعبد الله بيلعب اساسي على طول في المنتخب، وعبد الله هو معتمد عليه على طول. فانا اتصور ممكن يكون صالح على دكه البدلاء انه يحتاجه بعد كده في الشوط الثاني او في تغيير حاجه معينه، اتصور كده. لكن ان هما الاثنين هيبتدوا مع بعض في ماتش الترجي انا صعب. اعتقد صعب شويه. صعب يا كابتن ياسر؟ طبعا صعب. مش عشان حاجه يعني، في مباراه كده وفي ماتشات كابتن حسام ما بيغيرش التكتيك ولا الطريقه بتاعه، وده حاجه تحتسب له. خد دوري وخد كاس وماشي في دور بالطريقه وبالسيستم اللي بيلعب بيه، فغير ليه؟ عشان كده. والماتش بالنسبه لنا احنا دلوقتي بنحلل الماتش او بنتكلم في مباراه قاعدين الدنيا كويسه معانا، لكن نبقى في ارض الملعب الوضع بيختلف بالنسبه له تماما. أكيد أكيد. تمام. لكن مش معنى ان صالح مش هيبتدي، لا، انا معايا مش صالح لوحده، في معايا كذا بديل بره. وعشان الماتش حسب ما انا متعادل ولا خسران ولا كسبان، كل الماتش ال 90 دقيقه دولت انا في مغيرات بتحصل. فالتغيرات اللي بتحصل ده ممكن تحصل، وارد اللي انا ممكن ما ابقاش محتاج صالح ومحتاج واحد سيرد باك، لا قدر الله شريف اكرام ممكن يحصل حق يعني، وارد اللي في كره القدم يحصل اي حاجه. عشان كده الاوراق اللي بتبقى معايا بره دي يا ميدو بتبقى مهمه جدا. عشان كده انا لما جيت قلت لك التشكيل وكابتن اسامه قال التشكيل، برده كابتن شريف قال المجموعه اللي في الجزء احنا في ناس مش مختلفين عليه. بتتكلم في لاعب او اتنين بالكتير لو اختلفت عليه، وده برده تحتسب للجهاز الفني اللي هو بيثبت فرقه. اكيد. بس انا عايز اخد رايكم، طيب في ناحيه اليمين وليد سليمان، اجاي، عبد الله السعيد، صالح جمعه، قدامهم اجاي، ايه رايكم؟ هو كابتن ياسر وكابتن اسامه عربي استبعدوا. لا اقول تاني، عبد الله السعيد وليد سليمان ناحيه اليمين زي ما ابتدى الماتش، ماشي. وعبد الله السعيد وصالح جمعه ناحيه الشمال واجايه قدام. لا، في ماتش الترجي اعتقد صعب. اعتقد صعب ليه؟ طب ما ده ممكن يحصل. ممكن يحصل في ماتشات الدوري. لا، ممكن يحصل تاني هاف تايم. ممكن يحصل. أنا مثلا احنا بنتكلم دلوقتي المجموعه دي، انا ممكن تبقى عندي 40 دقيقه المجموعه دي بدايه او نهايه. خلي بالك عشان كده هم دول نفس اللي بيلعب بيهم يا اسامه ونفس اللي بيعتمد عليهم. الماتش بتاع، طب عايزين نرجع نشوف التشكيله الاساسيه بتاع الماتش الطلايع. وكان في وليد سليمان، كويس، وكان في احمد الشيخ، واحمد الشيخ، وعبد الله السعيد، عبد الله السعيد، وكان في أزار. وليد وكان اجاي ما يقدرش لانه كان موقوف، مش كده؟ فكل اللي احنا عملناه ان هنجيب صالح جمعه اللي هو قال الضمه كانت تعبانه بتاعته وهو لعب في المنتخب، وبعد المنظر اللي احنا شفناه النهارده اعتقد انه اداله
اداله كور عرضيه، اداله رؤيه للملعب، اداله بيخترق وبيروح للجون، شافه اعجب بيه، خدت بالك؟ هو اللي هيحدد كمدير فني طبعا اذا كان يبتدي بيه او يبتدي بيه 40 دقيقه او 5 او 30 دقيقه ينهي بيه. بس ينهي انت جيت اتكلمت في النقطه ايه يا كابتن شريف؟ قلت ايه؟ قلت اللي ممكن يغير الطريق، ممكن يغير الطريق حسب نتيجه المباراه، فممكن يبقى مضطر كابتن حسام عايز يجيب جون. مش فرقه تقيله برضه، احنا بنلعب فرقه تقيله مش عشان كده مش هقدر. فيها احترامات وفيها قوه ثانيه غير اي فرقه ثانيه احنا بنلعبها. انا هقول لك ليه. أو الترجي اولا من الفرق اللي بتلعب كويس جدا، واحنا لازم نمسك نص الملعب يعني. ايوه ترجي من اللعيبه من الفرق كويسه قوي، بتلعب دفاع منطقه وبيعملوا الهجمات المرتده بسرعه جدا. ايوه وعندهم طموح. الفرقه تاريخ اسامه. انت لو حضرات لو ابتديت كوليد وعبد الله وصالح الثلاثه هم اللي خلف اجاي، ممكن هنعمل حاجات كويسه قدام، بس ممكن جدا في ماتشات بتبقى متكتفه ورايحه جايه دول لعيبه كوره يا اسامه. انا فاهم انا عارف يقدروا يواكبوا الحكايه، بس انا بتكلم على قوه الارتداد والمسانده في الدفاع، سرعه الهجوم الحاله الدفاعيه والارتداد في الدفاع والحاجات دي ممكن تبقى مقصره شويه. ممكن جدا الشوط الثاني في زي ما ياسر بيقول انه انت احتجت ظروف معينه هتتغير بالطريقه او من اذا العين. او اذا انت عايز بقى تعمل كده، دي وجهه نظري، يبقى زي ما ميدو بيقول يبقى واحد من الديفندرين هو اللي يقعد وازود واحد ثالث. بس مش هتعملها برضه في بدايه الماتش. برضه مش هعملها في بدايه الماتش. والله مش عارف حاسس ان كابتن حسام انا خايف صعب. انا خايف بس مؤمن صعب. يكون راجع من اصابه ما يستحملش ماتش تقيل زي ده. لا ما همش هيلاعب مؤمن ووليد، ما اعتقدش الاثنين هيتلعبوا واحد فيهم مثلا. ما اقدرش ادفع انا بحد، ما ينفعش انا اقعد وبرضه انا بحس ان مؤمن ده من اهم اللعيبه اللي موجوده، انه بيسرق طبعا جول 18 بيعرف يجيب جول، بيعرف يجيب جول، بيعرف يعمل ثغرات كتير. انما احنا في الجاهزيه دلوقتي، ما احنا في الشكل اللي احنا شفناه النهارده، في المعلومات اللي عندنا من وجود اصابات ورجوع من اصابات وحاجات كده، من دخول اجاي النهارده للفرقه تاني، من وليد ازارو وتحركاته اللي هو مؤمن بيها وكلام من ده، ممكن يلعب وليد واجاي، حد عارف؟ ما نعرفش. ايوه طب هو وليد ازارو ما انا بقول لك وليد ممكن هيلعبه زي ما قال ياسر اجاي على الشمال. ايوه انا ما بشوفش ان معلول واجاي في ناحيه الشمال دي يقدروا يقفلوا لي الحته دي دفن يعني كدفاع وهجوم. بس اجاي عنده حركه بسرعه يعني، ويقدر ما استغنيتش عنه انا، بس انا عايز اعمل له سبورتنج بصالح جمعه، لعيب كوره حلو قوي طبعا، لعيب كوره فاهم كابتن، حالته كويسه، ما حدش يقدر. عبد الله السعيد فوتبولر بيقدر ينزل ويستلم ويطلع، عايز لعيب كوره جنبه. بس مش هتجيب الفرقه كلها تطير، ما انت برضه مشكله. مش طير، مش طير، انا عايز اعمل محطات اقدر اكسب بيها نتيجه كويسه هنا. انا مش هطلع بالزبط. انا مش هعمل كوبر بالزبط. انا مش هلعب من تحت لقدام، انا مش هطلع من تحت لقدام. انا بص هو وجود صالح وعبد الله هي المشكله اللي فيها ايه؟ في الدوري انا ممكن اعمل كده، ممكن، لان الفرق اللي بتهاجم الاهلي مش كتير قوي، تكتل الدفاع بقى ورا، والترجي يجي هنا هجمه معلش، بس عندهم بقى قدرات في البدني وفي السرعات اللي قدامه بتاع مش خسران حاجه اهو. المشكله في ايه؟ الاثنين اكتر انتاجهم لما بيبقوا في قلب الملعب وبيلعبوا الناس، مفيش حد فيهم بيقدر يلعب طرف، يعني عبد الله ما بيقدرش يلعب طرف ممكن في كوره يروح ناحيه الشمال عشان يعمل كده، يمكن صالح اكتر شويه اللي ممكن يميل ناحيه الطرف، لكن الاثنين بيحبوا يروحوا للعمق ويلعبوا. فناحيه الشمال معلول لو لعب فيها هيتعب فيها، خاصه ان المعلول كمان ما عندوش قدرات دفاعيه، يعني مش احمد فتحي يعني تقدر يستحمل الجنب ده كله. انا صاحب عشان كده انا بقول لك انا صاحب رايي في ان اللعيبه الثقيله تقدر تعمل لي محطات، يعني لاعب زي صالح جمعه يقدر يوقف لي خط ورا هناك يهتموا بيه فرقه الترجي، ما يقدرش يعمل عليا فوق، يقدر يفتح يعمل حسابك لعلي معلول ان هو يبقى جاي سبورتنج من تحت ليه، ويقدر ارتداد وفي محطه ثقيله. وكابتن اسامه بيتكلم يا كابتن شريف في حاله الاثنين يقدروا يعملوا خلل لفرقه تونس هنا في المنطقه دي، ده اللي انا اقصده، مش ان انا اقصد ان هو ما هو ممكن هيلعبوا 40 دقيقه في الاخر، تقدر تقول له مش هيلعب. لا هيلعب صالح اهم من اهم تفرق معاك ايه يا اسامه؟ انت فاهم قصدي؟ بس من الاوراق المهمه معاه بره انها صالح طبعا. عايزين بقى الجاهزيه بتاعت مين اللي هيبقى في ناحيه الشمال دي مكان صالح جمعه؟
جاهزيه الشمال. هو جاي برده لا يا كابتن وليد قدام وعبد الله السعيد وناحيه اليمين هيبقى مين؟ وليد سليمان. اعتقد مؤمن. اعتقد مؤمن. نقول كل السيناريوهات ولا يا مين؟ يعني نقول كل السيناريوهات انه 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 عبد الله السعيد واجايه وليد طبعا لو بيبقى سليم غالبا دول الثلاثه هيبقوا موجودين. ما هتبقى ما بين ان ازارو هو اللي يلعب قدام ويبقى وراه وليد وعبد الله يبقى انا بقول لك غالبا اجايه وعبد الله السعيد وليد سليمان هم اللي هيبتدوا. كان ممكن يبقى مؤمن بس مؤمن حسب جزئيته صح. لكن اجايه هيبقى هو اللي تحت. كابتن في نقطه بقى انت لازم تاخد بالك منها، فرقه الترجي فرقه شمال افريقيا دولت وعارفين احنا بنفكر في ايه وعايزين ايه، هم برضو على فكره وعارفين اللي احنا هنا برضو ضغط الجمهور والنادي الاهلي عايز يكسب اكبر نتيجه. نقول الجمهور خلي بالك هيبقى هو على حافظك كويس جدا، احنا لعبنا ضدهم كتير قوي عارفين العقليه اللي بتشتغل قدامنا. هم الوقت عايز اكتر نتيجه، بيقول لك لا تعادل لا اخطف جول. احنا الحمد لله ميزه لعبه النادي الاهلي بتبان كمان في المواقف الصعبه، يعني كمان الماتش انا بعتبر الماتش ده اعتبر على شوطين، شوط هنلعبه في القاهره وشوط هنلعبه في تونس. طبعا لو في مصر هنا شوطين ياسر برضه. ما انا بقول لك الشوط الاول حاجه والشوط الثاني هيبقى حاجه ثانيه. مش مشكله بس برضه حسب النتائج، مش عايزين ندي ضغوط كبيره قوي على الجهاز الفني وعلى اللعيبه وفي الاخر نتعادل. انت ممكن تروح تكسب الترجي هناك وحصلت معانا كتير قوي احنا بنلعب بالبريس. ما انا بقول لك بتحصل. حسام بيعمل بريس على اي فرقه بيكسبها بامانه. فاحنا برضه بنقول دي قماشه لعيبه النادي الاهلي، هم عارفين هم عايزين ايه. لكن الحته اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي المحيره اللي هي قدام دي، على فكره دي طبيعي جدا وارده، ودي ليها مميزات كتير قوي مع المدير الفني. انت بتتكلم على 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 المحيره لما لقينا اكتر من جهاز لعيب جاهز دلوقتي. ده بالنسبه لنا احنا متمحيره ان ممكن عن بركات ممكن اي حد ممكن النادي كلها تبقى موجود وكله وارد لكله. بس بتفرق في ايه بقى؟ لعيب النادي الاهلي لما بيجي بيبقى قاعد على دكه الاحتياط، هو عارف اللي ممكن ينزل يغير المباراه. واوقات كتير كنا احنا بنقعد على الدكه بتفرق قوي، لما ننزل واكسب فرقت ببقى فرحان اكتر ما كنت هبتدي ماتش. فلعيب النادي الاهلي مش اي وقت هنزل العب فيه يبقى انا بادي، بالعكس حسب احتياجي انا في الملعب هتفرق معايا. هي هتفرق في ايه بقى كابتن ياسر؟ هتفرق كابتن حسام بدري عايز ايه من بدايه المباراه؟ هو عايز يخلص على الترجي بدري ولا عايز يستنى شويه يشوف الترجي هيعمل ايه وبدايه يتعامل بالتغييرات بتاعته؟ هتفرق في الحته دي اعتقد كده. ما هو خلي بالك يا كابتن حميد برضو انك انت في فرق بين ما انت عايز تهاجم وبتهاجم وانك انت ضامن انك تخلص بدري ما تقدرش تجزم بيها انك تقدر تتخلص بدري. الماتشات اللي زي دي ممكن تستمر لغايه ال 90 دقيقه كلها، يعني ممكن تيجي تكسب في اخر دقيقتين في اخر دقيقه. ف يعني دي وجهه نظري انه التشكيل اللي انا قلته اعتقد انه اقرب لل هو الثابت اقرب للمباراه دي بالذات. لكن في الدوري ممكن المجازفه دي بالطريقه دي ممكن اعملها، يعني لان الفرق المستوى هيبقى واضح للنادي الاهلي. يعني حضرتك تجازف في مباراتين ولا تجازف في دوري؟ يعني مباراتين مش هتلحق نفسك تاني، لكن دوري هتلحق نفسك. بس ممكن من المجازفه دي ممكن يعني فاهم قصدي ازاي؟ يعني انا عندي مباراتين، ماتش عندي وماتش بره. خلي بالك انت عندك 90 دقيقه. بالظبط. يعني ممكن عندي شوطين. خلينا نتكلم عمليا. عندي شوطين. لا انا حتى انا بتكلم شوطين. انا بتكلم مش بتكلم على الماتش اللي هناك، انا بتكلم على الماتش القاهره. ماتش القاهره هو شوطين، فانت ما تستهترش بالدكه. ده بالعكس وجود صالح مثلا لو هو على الدكه او عبد الله السعيد وبينزل في وقت معين، انت مثلا لا قدر الله متعادل، انت كسبان، انت بتاع، بيسيطر لك على الكوره، بيعرف يديلك حيويه ثانيه، بيبقى عنده ثقه، مش خايف وهو نازل، ممكن يعمل لك نقله في الهجوم. فانت برضو الدكه دي لازم تبقى قويه. مكمله للاسف. طبعا هم احنا يعني بص احنا قاعدين في استوديو في التكييف، الدنيا سهله بالنسبه لنا وحيرانين. الله يكون في عون فعلا ده حقيقه والله. النادي الاهلي كمان في ظل كمان يعني العناصر ما شاء الله واللعيبه كلها ما شاء الله يعني في فورمه هايله وداخلين بقوه جدا وكله بيقول انا موجود، حتى اللعيبه اللي كان الكابتن حسام بيستبعدها لا بتقوله لا احنا موجودين. ففعلا الله يكون في عون الكابتن حسام. طب احنا هنطلع فاصل يا كابتن اسامه وانت هتسيبنا بعد كده. هنتكلم على المايسترو صالح سليم بعد الفاصل، فلو حضرتك حابب تقول حاجه قبل ما تسيب. طبعا الله يرحمه ويغفر له، يعني واحد من الشخصيات اللي اثرت جدا في الكره المصريه سواء لاعب او اداري او رئيس، يعني رئيس نادي بعد كده.
انا شرفت ان انا اتعاملت معاه كتير، ويمكن اتذكر وقعه ما انساهاش. يعني انا السنه اللي هي بتاع 82 83 دي اول سنه لعبت فيها من النادي الاهلي مع الكابتن محمود الجوهري. البطوله بتاعه 82 انا ما كنتش مقيد، النادي الاهلي حصل عليها، لان انا كنت القيد كان بيتم على سنه واحده مش تمام. زي السنه دي تمام. يعني انا اتقيدت سنه 82، بس القيد الاولاني اللي هو بتاع 81 اللي كان البطوله الافريقيه ما كنتش متقيد فيه، فما لعبتش فيها. موسم 83 كان كابتن ربيع ياسين بيلعب باك ليفت واتصاب في الماتش النهائي هنا، وكان ماتش العوده هناك بتاع كوتوكو. طلع معانا كان رئيس النادي هو كابتن صلاح سليم الله يرحمه، كان رئيس البعثه، وطلع معانا. احنا كنا متعادلين في القاهره 0-0 ورايحين مع كوتوكو في كوماسي، وماتش قوي جدا، وحظنا كمان السيء انه كنا واخدين منهم البطوله السنه 82 قبليها. فلما بتلعب فرقه نفسها مرتين على النهايه بتبقى صعبه، مباراه موت. فالكابتن جوهري الله يرحمه قال لي انت هتبدا الماتش ومكان ربيع وباك ليفت وبتاع، رغم ان انا اصلا لاعب وسط ملعب يعني. بس هو عشان شايف ان انا زي ما كابتن شريف كان بيقول عندي القدرات الدفاعيه كويسه، ممكن كان في وينج رايت كده اسمه جون بانرمان كان سريع قوي بقدر اقفل عليه ما اقدرش. المهم لعبنا المباراه وخسرنا 1-0 وكوتوكو خد البطوله. مش هنسى الموقف ده، يعني طبعا الجهاز كله زعلان جدا، اللعيبه بتاع. فالكابتن صالح اول ما دخل اوضه اللبس قدام اللعيبه كلهم قال لهم يا جماعه احنا يعني هارد لك مش عارف ايه وكده، احنا خسرنا الماتش النهارده بس احنا كسبنا اسامه عرابي. الله. طبعا والله ف ما انساهاش موقف طبعا رئيس النادي وخسران بطوله دوري بطوله افريقيا وهو بيفكر في ايه ولا في ايه. بس شوف الحس اللي عنده ان هو في ظرف صعب زي ده بيقول لك ان انت لسه بادئ وكده، انت يعني مثلا كنت كويس وان انت يعني هتبقى حاجه كويسه وكده. فده موقف من المواقف اللي ما انساهاش معاه. وبعد كده بقى عاشرته طول بقى وانا في النادي الاهلي يعني حاجات كتيره لغايه لما توفى الله الله يرحمه يعني. فكان ذكريات كتيره طبعا. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. يعني مش عايز، انت الدموع بدات تنزل من كابتن اسامه. يعني هو فعلا حاجه يعني كانت رمز وحاجه كل ما اتكلم عليه مع حد يعني حاجه فعلا كان قيمه فعلا يعني الرياضه المصريه وافتقدته بشكل كبير جدا. طب انا عايز اخرجك من من من, من موقف الدموع ده. احكي لنا بقى موضوع ياسر ريان مع المايسترو. لا ما روش هو كسر اول عشان تخرج من الجو. كابتن صارم في الشخصيات من نادي المنصوره. هو بقى كان هو مش عايز عشان انا ما زودش عليها. اول ما جيت من نادي المنصوره هو طبعا انا على فكره اللاعب الوحيد اللي يمكن موقع عنده في بيته يعني. تمام. فانا خلاص رحت بيت الكابتن صالح بقى خلاص بقى الموضوع في علاقه. وبنزل المنصوره كل يوم اقول لهم انا مع كابتن صالح. قلت اتصل بيه، كان ليه مكتب في وسط البلد عند وزاره الخارجيه، فما كانش لسه الموبايلات طلعت. فبتصل بالمكتب عنده، فسكرتير ردت عليا فبتقول لي مين؟ قلت له بس ياسر ريان. وحسيت اللي هو اتخض هو نفسه ايه في ايه. فقامت محوله التليفون فبيقول لي قلت له يا كابتن ازي حضرتك عامل ايه؟ قال لي انا ياسر خير يا حبيبي في حاجه؟ قلت له والله كابتن مسلم عليك بس كده. فقال لي بس كده مش عايز حاجه يعني؟ قلت له لا والله انت انا مسلم عليك وعايز اعرف الوان المكتب مش عارف ايه. طب اقول له بقى ايه السبب بقى؟ لازم هو ياسر لازم كان ياسر فتره ياسر ما كانش بيلعب او كده وعايز يلعب وعايز يشيله. فاول ما كلمه قال له خير انت عايز ايه؟ قال له لا اسلم عليك. فالمهم ايه؟ لقيت لك كابتن صلاح حسني ما بيني في النادي. قال لي انت في ايه؟ قلت له قلت النادي اتقلب عليا ولا عادش اتصل؟ انا مش هتصل تاني يا سيدي. اتصل اتصل بسهوله كده. بص كابتن صالح في مواقف كده على فكره من اللي كان بيحبوني برضه. عارف ليه؟ اسلوب لي انا ما اتفرجش عليه وهو بيلعب، بس هما كله بيقول لي كان بيلعب الطرف برضه وكان سريع لكن
الموقف الثاني بقى لا خلينا نحكي عليه بعد ما نقول لكابتن اسامه شكرا جدا كابتن اسامه ونورتنا وشرفتنا وان شاء الله نلتقي بيك كده دايما والاهلي كسبان كده وفي احسن حالاته. الله يكرمك وانا سعيد والله بوجودي معاك يعني وسعيد بوجود الكابتن شريف والكابتن ياسر. ربنا يخليك يا رب. بقول له ان شاء الله احمد ياسر هيبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. هنطلع فاصل وبعد كده نتكلم عن الماسترو الكبير صالح سليم. فاصل واستنوني.